الرحمن <سؤال> الرحيم اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان اهلا وسهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامجكم البيت الكبير بيت كل الاهلاويه وبيت كل الناس زي ما حضراتكم عارفين النهارده هبدا الحلقه ب... قبل ما اتكلم عن اي حاجه وايه اللي بيحصل حوالينا والدنيا ماشيه ازاي وان وبعض الامور ماشيه من هنا وبعض الامور جايه من هنا هنتكلم في كل شيء ولكن انا بس الاول حابب ان انا اوجه رساله للاعبه النادي الاهلي او للاعبي النادي الاهلي ولكل عنصر او لكل عناصر منظومه كره القدم في النادي الاهلي رساله مختصره جدا تحقيق لقب دوري ابطال افريقيا للمره الثالثه على التوالي انجاز تاريخي سيكتبوا التاريخ باحرف من ذهب انجاز لم يتحقق من قبل وهذا الانجاز يليق بالنادي الاهلي وبجمهور النادي الاهلي ان شاء الله النادي الاهلي يستطيع ان يحقق هذا الانجاز طيب ده انا بقوله ليه بقوله بمناسبه ان احنا خلاص هنبدا دور المجموعات او دور المجموعات بمواجهه الهلال يوم الجمعه القادم ان شاء الله في السودان بعد 48 ساعه. قبل ما اروح لرسالتي للجمهور عايز اقول لحضراتكم ان انا خلال الفترات السابقه وده كلام بيتقال وهو كلام حقيقي ان النادي الاهلي لم يستطيع ان يهزم نادي الهلال في السودان من فترات طويله السنه اللي فاتت انا اسف ان انا بذكر حضراتكم بهذه الامور ولكن لان انا عارف ان في عدد كبير وشريحه كبيره من جمهور النادي الاهلي دايما ومن لعيبه النادي الاهلي بيتفرجوا على هذا البرنامج السنه اللي فاتت في مثل هذا التوقيت كنا واخدين ثالث العلب ايضا ورجعنا لعبنا ضد نادي سيمبا التنزاني وخسرنا واحد 0 يا عم اسلام انت بتفكرنا بايام لا انا مش بفكر هي حقيقه حصلت السنه اللي فاتت ولكن ايضا السنه دي انا عايز اشد المجموعه كلها لازم نعرف ان مباراه الهلال هي بدايه جي... بدايه جاده جدا لدور ال... لدور المجموعات في دوري الابطال الهلال فريق الهلال السوداني فريق قوي فريق قوي بجمهوره وبملعبه واشقائنا واخواتنا وكل حاجه ولكن انا كنادي اهلي عايز اكسب انا كنادي اهلي جاي من تالت العالم كل أندية أفريقيا نفسها تكسب تالت العالم مش هو ده تالت العالم اللي انتوا اللي كان واخد تالت العالم تعال بقى أنا عايز أكسبك فالدوافع بتزيد عند كل الفرق اللي هتلاعبها مريخ هلال سانداونز داونز كل الدوافع هتزيد خلال الفترة اللي جاي. هو ده الفريق اللي كسب الهلال السعودي، هو ده الفريق اللي كسب مونتري، هو ده الفريق اللي اتغلب من بالميرس واحد صفر في في الشوط الثاني او اتنين صفر في الشوط الثاني. الناس كلها عايزه تكسب النادي الاهلي خلال هذه الفتره حقهم، انا لا انكر حق احد، ولكن في نفس الوقت انا عندي مجموعه لاعبين ان شاء الله ربنا يكرمنا عندنا حرب رياضيه رياضيه حرب رياضيه دي احنا دايما كنا بنستعمل هذا المصطلح زمان ان احنا يا جماعه عايزين نموت نفسنا في الملعب بالمناسبه قبل ما اروح لرسالتي بقى لجمهور النادي الاهلي لان جمهور النادي الاهلي لا يحتاج لرساله لا يحتاج الحقيقه لانه اللي انا شايفه بيحصل من دعم كبير جدا جدا لفريق نادي الاهلي هو ده اللي احنا محتاجينه خلال هذه الفتره رسالتي لجمهور النادي الاهلي طول عمركم جمهور كبير وعظيم تعودت الحقيقة من وأنا لاعب دايما إن جمهور النادي الأهلي في ظهر فريقه دايما جمهور النادي الأهلي عارف وقت الدعم والمساندة امتى وهو ده الوقت هو ده الوقت اللي يجب أن يكون هناك دعم كبير جدا أنا كسبان زي ما قلت لحضراتكم أنا كسبان تالت العالم أو كسبان ميدالية برونزية كل الفرق الأفريقية عايزه تكسب النادي الاهلي فما بالك بنادي كبير وعريق وله اسم كبير وعريق نادي الهلال السوداني فدعم جمهور النادي الاهلي هو المحرك الرئيسي والاساسي لانه جمهور نادي الهلال هيكون مالي الاستاد اتحاد كره القدم السوداني ادى لنادي الهلال راحه في الجوله الثالثه عشان يستعد بشكل كافي في الدوره الثالثه في الدوري السوداني عشان يستعد بشكل كافي للنادي الاهلي بطل افريقيا وثالث العالم الصحف كتبت كده الصحف السودان كتبت هذا الكلام فعشان نبدا مشوار النجمه الحداشر 11 ان شاء الله او بدايه المجموعات حلم حلم بالنسبه لنا ان احنا نفوز للمره الثالثه على التوالي، هل ده ممكن يحصل؟ ممكن جدا يحصل، النادي الاهلي دائما ما يكون المرشح الاول لهذه البطوله. ولكن محدش عارف ايه اللي بيحصل، احنا كلنا هنقوم اللي علينا اعلام النادي الاهلي جمهور النادي الاهلي لاعيبه النادي الاهلي جهاز فني من قبل كل الناس دي الاداره. اداره النادي الاهلي او اداره كره القدم في النادي الاهلي هتعمل ايه او عملت ايه علشان نصل الى هذا الامر؟ ازاي قدرت كاداره كره في النادي الاهلي ان انت تعمل هذا التوازن ما بين وجود عدد كبير من اللاعبين النجوم وشباب طالع على مجموعه قديمه اخرهم الكابتن وليد سليمان اللي اعلن اعتزاله نهايه هذا الموسم وبالتالي جمهور النادي الاهلي هو الاساس في كل شيء انا دايما لما باجي اتكلم بتكلم مع حضراتكم كجمهور النادي الاهلي اللي دايما واقف في ظهر ناديه وعايزنا نكسب بكل الطرق عشان كده رسالة مهمة للعبة النادي الأهلي لا خلاص تالت العالم انتهت برونزية كاس العالم انتهت وحسنا فعلت إدارة كرة القدم في النادي الأهلي كابتن خطيب وكابتن سيد عبد الحفيظ زي ما قلت لحضراتكم الكلام ده أنا قلته امبارح وهقوله تاني وهفضل أكرره لغاية يوم الجمعة اللي جاية إنه كان هناك احتفالية كبيرة تجهزها قناة النادي الأهلي تاني يوم بعد فوز النادي الاهلي ببرونزيه كاس العالم او اليوم اللي هيصل فيه اللاعبين يوم الحد ولكن تركيز في مباراه الهلال او تم اتخاذ قرار بالتركيز في مباراه الهلال وان احنا نقفل على الفرقه خلال هذا الاسبوع وما يطلعوش في اي حته فبالتالي احنا او الاداره عملت خلاص بتقول للعيبه ايه يا جماعه ما عندناش حاجه نفكر فيها التالت العالم احتفلنا واتبسطنا وهتاخدوا مكافاتكم وهتاخدوا كل حاجاتكم تمام يلا بينا بقى علشان عندنا عايزين نرسخ ان الاهلي بمن حضر عايزين نرسخ ان الاهلي يستطيع ان يفوز للمره الثالثه على التوالي ويكون في كاس العالم السنه الجاية زي ما موسيماني قال يكون في كاس العالم السنه اللي جايه علشان عايزين ناخد ميداليه غير البرونز هو ده اللي احنا عايزين نفكر فيه هو ده اللي احنا عايزين نعمله خلال الفتره اللي جايه وبالتالي دائما يظل دور الجمهور هو الدور الرئيسي والكبير في هذا الامر هتقول لي يا عم احنا هنعمل ايه ولا حاجه حضرتك تعمل كالعاده المسانده 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 الدعم 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 والمسانده واجبه للاعيبه النادي الاهلي وصدقوني كل حاجه حضراتكم بتعملوها وبتقولوها على مواقع التواصل الاجتماعي او في تمرين او في ماتش او في حاجه كل حاجه بتوصل للاعيبه النادي الاهلي وبالتالي خلينا نطلع نشوف تقرير مع حضراتكم مع الجمهور ورساله للاعبي النادي الاهلي قبل انطلاق دور المجموعات او قبل انطلاق مشوار الجد في طريق النجمه ال 11 تعالوا نشوف هذا التقرير ونرجع نكمل مع حضراتكم مره اخرى أنا بوجه كلمة شكر لعيبة النادي الأهلي في كأس العالم للأندية بقول لهم انتوا ابطال وشرفتونا واللعيبه الدوليين كنتوا قدها وقدود وكمان بطالب النادي الاهلي بال11 وال12 وال13 الاهلي النادي الاهلي ما بيوقفش عند عند بطوله ويقول الحمد لله انا طبعا بقول للنادي الاهلي ولعيبه النادي الاهلي لعيبه النادي, النادي الاهلي رجاله واحنا اتعودنا منهم ان هم رجاله وعودونا دايما على البطوله ودايما ان احنا منتظرين منهم الكتير والكتير هو جمهور الاهلي طماع وعايز بعد البطوله بطوله وعايز دايما الـ الـ دايما المركز الاول المركز التاني دي خساره بنشكر النادي الاهلي على البطولات مش بطوله واحده هو نادي البطولات ده طبعا واحنا ما عندناش اي شك في اي وقت من الاوقات ان النادي الاهلي يغزلنا في اي وقت والشكر الخاص للكابتن محمود الخطيب ومجلس الاداره واللاعبين و... والجميع و... يعني بنقدم كل الدعم والشكر لكل لعيبة النادي الأهلي وبنقول لهم معاكي أهلي على طول إحنا مستنيين النجمة الـ 11 إن شاء الله وترجعوا لنا بألف سلامة طبعا إحنا بنهني النادي الأهلي وبنتمنى له التوفيق في في الماتش اللي جاي إن شاء الله وتبقى دي البطولة الـ 11 لنا وإحنا طبعا معاك يا أهلي على طول وإحنا في ظهر النادي الأهلي واثقين في مجلس الاداره واثقين في اللعيبه واثقين في الجهاز الفني وما تبصوش لاي حاجه بتقول لكم انتوا ثالث العالم انتوا احسن فريق في افريقيا انتوا احسن فريق في مصر انتوا احسن لعيبه وان شاء الله نكسب البطوله ال11 وان شاء الله بالتوفيق ان شاء الله ربنا يوفق نادي الاهلي ونجيب البطوله ال11 باذن الله بالفعل يظل دائما جمهور النادي الاهلي هو حامي حما النادي الاهلي وحامي حما لاعبي فريق النادي الاهلي لانه الحقيقه زي ما حضراتكم شفتوا قصص كتيره جدا الواحد ممكن يحكيها لحضراتكم من خلال وجوده في الملعب والجمهور في استاد القاهره كان بيبقى عامل ازاي تتذكر مباراه 4-3 في كاس مصر مع نادي الزمالك وجمهور النادي الاهلي وتاثيره في هذه المباراه في 2006 او 2007 لما اتذكر كانت المباراه 2007 كانت صعبه جدا والنادي الاهلي كان نادي الزمالك كان بيتقدم النادي الاهلي كان بيرجع ورجعنا في اللحظات الاخيره من الشوط الثاني بسبب جمهور النادي الاهلي هدف بوتريكا لو تفتكروه شوقي وبوتريكا بيجيب الجول التالت عادلنا 2-2 اتنين اتنين وكسبنا في الوقت الاضافي 4-3 دي الحاجه اللي بتيجي في دماغي هدفي اسامه حسني لو تتذكروا هذه المباراه الشهيره جدا كل الحاجات دي اللي بتخلينا نرجع مره تانية الجمهور الجمهور هو دايما اللي بيعمل كده هو اللي بيرجع افتكروا مباراه الكونفدراليه امام سيو سبورت في المباراه النهائيه وليد سليمان بيمينه وعماد متعب بيحرز هدف في الدقيقه الاخيره هو ده بسبب ايه هو ما حدش بيفكر هو ده بسبب ايه بسبب الجمهور ووجود الجمهور ودعم الجمهور ومسانده الجمهور وبالتالي دايما دايما جمهور النادي الاهلي مختلف انا انا بشوفه كده انا ما بتكلمش على انا بتكلم عن النادي الاهلي دايما جمهوره مختلف وحاجات كتيرة جدا 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 تعالوا نروح نعرف بقى اللي بيحصل في السودان وكالعادة دائما مراسل قناة النادي الأهلي أو مراسله قناة النادي الأهلي بيكونوا دايما متواجدين في كل الأحداث الرياضية الخاصة بالنادي الأهلي وخصوصا أحداث كرة القدم زي ما حضراتكم شكرتوا كل الناس اللي كانت موجودة وكنتم مبسوطين معانا في أبو ظبي النهاردة أيضا موفد قناه النادي الاهلي كريم احمد هيكون مع حضراتكم على الهواء لو جاهز. جاهز؟ هيكون مع حضراتكم على الهواء مباشره يحكي لنا ايه اللي بيحصل منذ ان انطلقت الطائره في الصباح ووصولها الى المطارات او مطار السودان وحتى الان وبكره هيحصل ايه وكيف سيلعب النادي الاهلي يوم الجمعه القادم في ظل نحن عندنا عدد جماهير كبير جدا جدا على ما اعتقد كريم برضو زميلنا كريم احمد يقول لنا ايه الموضوع ازيك كريم برحب بيك كابتننا الكبير طبعا كابتن اسلام الشاطر كل التحيه ليك ولكل مشاهدينا وكل جمهورنا العظيم الحقيقه جمهور النادي الاهلي اللي على ذكر الجمهور يا كابتن اسلام يعني رساله كبيره ومهمه جدا هنا في الخرطوم يعني عايز ابدا معاك طبعا بقى في البدايه بدايه تدريب فريق النادي الاهلي واستعداداته وتجديد دوافع كبيره جدا وفصل تام بين كاس العالم للانديه وحصولنا طبعا على الميداليه البرونزيه وتجديدنا للحفاظ بقى على لقب بطوله الدوري العام للنسخه الثالثه على التوالي كلمه كبيره جدا لما بنقولها لكن اما بتطلع من النادي الاهلي كل بيضرب تعظيم سلام النادي الاهلي يعني لما النادي الاهلي بيقول انا عايز احطم الرقم القياسي وعايز احقق ثلاث بطولات بنبقى عندنا ثقه كبيره جدا كجمهور النادي الاهلي ان لعيبه النادي الاهلي عندها المقدره بالشخصيه الكبيره وبالعزيمه وبالاصرار وبحب الكبير جدا من جمهور النادي الاهلي مهما كانت الظروف يا كابتن اسلام انت عارف طبعا احنا انطلاقه ان شاء الله تكون انطلاقه جيده جدا لفريق النادي الاهلي وهي مباراه الهلال السوداني يمكن انا حضرت المباراه الاخيره اللي جمعت الهلال السوداني والنادي الاهلي هنا الظروف كانت صعبه الحقيقه المباراه الماضيه وحضور الجماهير شفنا وحدث ما حدث طبعا في هذه المباراه بنامل يعني ان شاء الله باذن الله ان احنا ما نشوفش الامور دي تتكرر مره ثانيه تكون 90 دقيقه فقط لغير بعيدا عن اي شيء عندنا طبعا بعض الاخبار بتقول ان في جمهور هيكون 25000 لكن انا بتوقع العدد يكون اكبر من كده كمان يا كابتن اسلام لكن النادي الاهلي بيلعب في اي ظرف وتحت اي وجود طبعا مناخ طقس حار طقس بارد كل الامور دي النادي الاهلي بيتخطاها بجديته الكبيره وبشخصيه النادي الاهلي عايز ارجع معاك يا كابتن اسلام النهارده من بدايه اليوم التدريب الرئيسي النهارده لفريق النادي الاهلي كان على ملعب مختار التتش الراجل الحقيقه بيتسو موسيماني يعني اشتغل بقى تكتيك النهارده وحفظ اللعيبه كل الامور الخاصه طبعا بنقاط القوه والضعف والثغرات الخاصه طبعا لفريق نادي الهلال السوداني اللي تابعه الحقيقه بيتسو موسيماني يعني الراجل الله يكون في عونه الله يكون في الجهاز في كاس العالم للانديه وبتحضر للبطوله الافريقيه وبتحضر لمباراه الهلال وراجع من 13 يوم خدت 24 ساعه راحه 15 تدريب وحيد 16 سفر امر صعب جدا الحقيقه لعيبه النادي الاهلي لكن هو ده قدر الحقيقه لعيبه النادي الاهلي لان وراهم ملايين من جماهير النادي الاهلي عايزه الفرحه جمهور النادي الاهلي الطرف الوحيد الغير مستفيد في هذا الامر غير ان هو يفرح بس لازم لعيبه النادي الاهلي تفرح الجمهور لان جمهور النادي الاهلي الحقيقه كابتن اسلام كان متواجد النهارده في مطار الخرطوم عدد بسيط رغم التشديدات الامنيه ورغم والله لو واحد يا كريم بعيدا شويه عن اللاعبين النادي الاهلي لكن هتافهم كان مميز جدا اتفضل يا كابتن اسلام بقول لك والله لو واحد دايما بيفرق جمهور النادي الاهلي دايما بنقول لو واحد ب... احنا بنعتبره الف الحقيقه يعني بالتاكيد يا كابتن اسلام الحقيقه يعني الجمهور وهتافه وبعدين لما بتبقى في بلد تانية يعني الامر بيكون واصل للعيبه بشكل كبير جدا نادوا على كابتن حسام غالب قيمته الكبيره نادوا على الاستاذ عمري فاروق طبعا نائب رئيس مجلس الاداره حيهم حيوا اللعيبه والحقيقه اللعيبه وصل لها هذا المردود مع الدوافع الكبيره والمتجدده بشكل مستمر مع لعيبه النادي الاهلي الرغبه متواجده والدوافع متواجده لكن ان شاء الله باذن الله ينقصنا التوفيق يكون معانا في هذه المباراه رغم كل الامور طبعا الخاصه بالاجهاد الكبير جدا جدا على فريق النادي الاهلي توفير طائره خاصه ده أمر يحسب لمجلس اداره النادي الاهلي مجلس الإدارة بيحاول يوفر كل المناخ الطيب لفريق النادي الاهلي بيحاول ان هو يساعده ان هو يبذل الجهد فقط لا غير في 90 دقيقه وان شاء الله باذن الله كل لعبتنا تكون في قمه تركيزها مين هيكون متواجد مين مش هيكون متواجد احنا الاهلي بمنحدر ويمكن الرساله دي وصلت للجميع وللملايين في كاس العالم للانديه فان شاء الله باذن الله تكون انطلاقه جيده جدا لفريق النادي الاهلي في البطوله الافريقيه الغيابات عديده على راسها طبعا كابتن منتخبنا الوطني وكابتن النادي الاهلي الشناوي عمار حمدي ايضا كمان بيستمر في الغياب وليد سليمان ايمن اشرف اكرم توفيق وصلاح محسن عدد كبير جدا وقوة كبيرة جدا من اللعيبة لكن الواحد وعشرين لعيب المتواجدين في قائمة فريق النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله يكونوا علي قدر المسؤولية كالعادة انا عايز كمان اطمنك كابتن اسلام علي الحالة هنا والترتيبات الخاصه بقى مع معالي السفير طبعا حسام عيسى بالتنسيق طبعا زي ما قلنا مع كابتن حسام غالي ونائب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي الاستاذ العامر فاروق الترتيبات الامنيه تحركنا من فندق الاقامه للتدريبات من المطار الى فندق الاقامه الحقيقه كل الامور دي حتى هذه اللحظه ماشيه بشكل طيب جدا لكن احنا الرهان بتاعنا كله هو يوم المباراه لان يوم المباراه هيكون في جمهور متواجد هيكون في زحام كبير جدا طبعا لان هيكون عدد كبير من جمهور الهلال السوداني بيتوجه الى ملعب الجوهره الزرقاء لكن ان شاء الله كل الامور دي تعدي على خير ويقدر النادي الاهلي ان شاء الله بجديته الكبيره والمعروف عنها ان شاء الله نتخطى هذه المباراه. غدا هيكون يوم مليء شويه بالاخبار لان هيبدا اليوم طبعا صباحا كعادته طبعا لفريق النادي الاهلي بفطار صباحا لكن يليها كابتن اسلام المؤتمر طبعا الصحفي الاخير والخاص لفريق النادي الاهلي اللي يكون في تمام الثانيه ونصف ظهرا بتوقيت السودان هو التوقيت واحد طبعا ونصف مصر و ونصف السودان يليه طبعا تدريب فريق النادي الاهلي 3 عصرا على ملعب الجوهره الزرقاء والاجتماع الفني يكون في السادسه مساء بتوقيت ايضا السودان كل الامور ان شاء الله باذن الله تصب في مصلحتنا التركيز يكون جيد جدا والبدايه بتبان يا كابتن اسلام يعني البدايه النهارده كانت في التدريب التدريب الاول عامه بيبان بيبان اللعيبه رغبتها ايه بيبان الحماس الكبير اللي فيه لعيبه النادي الاهلي فيا رب ان شاء الله يكون معانا يوفق لعيبه النادي الاهلي يوفق ايضا كمان بيس موسيماني المدير الفني المميز جدا قراءته تكون مميزه وان شاء الله يكون معانا هذه المباراه يا رب ان شاء الله لكن خليني اروح معاك لجزء قد انا بعتبره جزء نفسي اكتر منه شيء اخر هل بيفكر اللاعبين ان احنا عندنا عندنا مباراه مهمه وعندنا مباراه صعبه خصوصا بعد ما كل فرق افريقيا دلوقتي اللي انت هتلعبها خلال الفتره اللي جايه سواء الهلال او المريخ او سان داونز كلها هتبقى عايزه تكسب تالت العالم تالت العالم اللي لسه جاي من الامارات وكان المفروض هيلاعب تشيلسي في المباراه النهائيه ولكن تشاء الظروف ان انت تلعب على الثالث والرابع مع زعيم اسيا وتكسب زعيم اسيا آه 4-0 فكل الفرق بتستعد الاتحاد السوداني أجل مباريات الهلال السوداني النهارده اللي كان من المفترض يلعبها امبارح في السودان علشان استعدادا للنادي الاهلي، هل لعيبه النادي الاهلي عارفه كل هذه الامور؟ هل لعيبه النادي الاهلي عارفه ان احنا كنادي اهلي بقالنا فتره طويله ما قدرناش نكسب الهلال في السودان؟ هل عارفين ان احنا السنه اللي فاتت لما جينا بعد بطوله كاس العالم للانديه وخدنا ثالث العالم اول مباراه لنا كانت امام سيمبا و تشاء الظروف أن احنا نتغلب هل ده كله في دماغ لعيبة النادي الأهلي؟ يمكن يا كابتن اسلام يعني هو الصوت بس قطع في النهايه لكن يمكن انا سمعت معظم طبعا السؤال طبعا احنا اه ما كسبناش الهلال السوداني طبعا على الارض لكن احنا هذه المباراه مباراه فريقة لان الانطلاقه بتكون مؤشر ايجابي جدا لجمهور النادي الاهلي ولعيبه النادي الاهلي ومجلس الاداره رغم الضغط الكبير ورغم المجهود الاكبر لكن المباراه دي مهمه جدا لعيبه النادي الاهلي الحماس موجود التركيز موجود الجديه موجوده لكن هي حاله اللعيبه كابتن اسلام انت احد نجوم النادي الاهلي وعارف ان اللعيب في ال90 بيختلف بشكل كبير جدا عن المباراه الأخرى. حالتنا بدايتنا دخولنا للمباراه حرصنا على ضبط النفس بشكل كبير جدا في دي المباراه هيكون في مضايقات كبيره جدا ويكون في امور احنا شفناها ولعيبه النادي الاهلي شافتها الحقيقه خلال المباراه الماضيه اللي جمعت الهلال السوداني والنادي الاهلي يا رب ان الله باذن الله بس المباراه بس هتكون اصعب من السنه اللي فاتت بالظبط يا كابتن اسلام لا السنه اللي فاتت كانت صعبه جدا جدا لان الامور كانت في غايه في الصعوبه أو السنه اللي قبل اللي فاتت عفوا في غايه في الصعوبه يعني احنا تواجدنا في الاستاد بعد المباراه يا كابتن اسلام اكتر من اربع سنة. من اربع ساعات يعني اربع ساعات متواجدين في الاستاد بعد انتهاء المباراه مع الظروف طبعا اللي حدثت كلها لكن في تنسيق على اعلى مستوى الحقيقة وده اللي بناكد عليه وبنحاول ان احنا نطمن عليه سفارتنا هنا الجانب الامني التونسي يعني حاجات طبعا على اعلى مستوى سوداني. طبعا أوه. السوداني عفوا طبعا يعني حاجات على اعلى مستوى طبعا انت عارف الامر بيكون مهم جدا في الترتيب بدي. لان زي ما بقول لك يوم المباراه بيكون هو اليوم الاهم يوم تحركنا للملعب الامور هتبقى عامله ازاي دخول الجماهير النادي الاهلي هيخش منين جمهور النادي الاهلي اللي المتواجده هتخش ازاي فكل الامور دي مهمه جدا وبعد المباراه احنا على طول انت عارف كابتن اسلام المباراه هتنتهي هنتوجه مباشره على مطار الخرطوم للعوده الى القاهره ليه? لدخول في المباريات طبعا القادمه لكن كل الامور دي ان شاء الله يعني معالي السفير حسام عيسى الاستاذ عمرو فاروق كابتن حسام غالي الكل الحقيقه ان شاء الله باذن الله يكون في ترتيبات مميزه جدا لتخرج المباراه لبار الامان وان شاء الله باذن الله جمهور النادي الاهلي يفرح في المدرج وان شاء الله لعيبه النادي الاهلي زي ما متعود ان هي تسعد جمهور النادي الاهلي تكون انطلاقتنا جيده جدا ونقدر نحقق نتيجه ايجابيه يا كابتن اسلام. اخيرا يعني هسالك بقى الاسئله المعتاده الجو عامل ازاي انت بكره هتشوف الملعب هنسالك برضو على الملعب الدنيا عامله ازاي عندك معلش يا كابتن اسلام عفوا السؤال تاني لا بقول لك انا هسالك الاسئله المعتاده الجو عندك عامل ازاي الامور ماشيه ازاي بكره ان شاء الله هتشوف الملعب مع ان كلنا عارفين استاد الجوهره الزرقاء يعني عامل ازاي لكن في النهايه قول لنا اخبار الدنيا ايه عندك الاوتيل يعني كويس الاكل الدنيا الدنيا ماشيه ازاي والله يا كابتن اسلام في البدايه الجو صعب جدا يعني انا لو اقول لك درجه الحراره 35 يا كابتن اسلام هنا في السودان <applause> بنتمنى الجو ده يكون عندنا في مصر الحقيقه لان الجو برد جدا في <applause> مصر لكن هتاثر بشكل كبير الحقيقه لان الجو فيه رطوبه وفي يعني صعب شويه الامور صعبه شويه والمباراة كمان ثلاثه ظهرا كنا بنعمل احنا عارفين طبعا ان نادي الهلال السوداني وملعب الجوهره خلاص يمكن انتهوا من الكشافات ويمكن عملوا عليها تيست اكثر من مره كانت المباراه تقام في السادسه على الفريقين يعني الجو هيكون على الفريقين لكن ثلاثه عصرا في هذا التوقيت والرطوبه كمان فبنتمنى ان شاء الله لعيبتنا طبعا خبرات كبيره جدا واتحطت في ظروف اكتر من كده لكن احنا عايزين نشوف كره قدم التوفيق بتاع ربنا سبحانه وتعالى لكن ان شاء الله باذن الله يكون النادي الاهلي كعادته مركز بشكل كبير جدا في هذه المباراه، فندق الاقامه الحقيقه طيب جدا، يعني ان شاء الله الترتيبات الخاصه بالجانب الاداري الكابتن سعد عبد الحفيظ، الكابتن سمير عدلي، الامور دي يعني ما بتشغلش اللعيبه لان اللعيبه عارفه عارفه الاختبار بيكون مناسبه جدا قرب الملعب طبعا من الفندق بيكون امر مهم جدا فيعني ف... ف... الامور دي انت عارف يا كابتن بقول لك مجلس اداره الجهاز الاداري بيحاول يوفر كل حاجه لعيبه النادي الاهلي يكون تركيزه فقط لغير في ال 90 دقيقه فده الدور الكبير الحقيقه اللي بيقوم بيه مجلس الاداره والدور الاكبر بقى اللي مستنيينه ان شاء الله من لعيبه النادي الاهلي يوم الجمعه الثالثه عصرا ان شاء الله باذن الله نقدر نرجع من السودان بنتيجه ايجابيه تساعد فريق النادي الاهلي في مشوار البطوله الافريقيه وال11 أهلي ان شاء الله المسحه سلبيه الامور جيده كل الامور كل ال21 مستعدين لان شاء الله بدايه المباراه يوم الجمعه الساعه 3 ظهرا وعلى موسيماني ان يختار بقى من ال وعشرين لاعب طيب شكله مش سامع كريم انا بشكرك شكرا جزيلا زميلنا كريم احمد زي ما حضراتكم شفتوا الحمد لله كل الامور جيده ودايما كريم ودايما شاشه قناه النادي الاهلي بتكون مع حضراتكم في كل او في مثل هذه الظروف دايما بنكون موجودين دايما بيكون مراسلنا او موفد قناه النادي الاهلي متواجد دائما في النهارده او بكره وبعده ان شاء الله لغايه يوم الجمعه في العاصمه السودانيه الخرطوم لنقل كل الاحداث التي تحدث لفريق كره القدم في النادي الاهلي في الخرطوم ويا رب كل التوفيق للنادي الاهلي في هذه المباراه الصعبه. نطلع نشوف تقرير مع جمهور النادي الاهلي توقعاته لهذه المباراه او لنتيجه هذه المباراه. هل يستطيع النادي الاهلي ان يفوز في هذه المباراه في ظل الصعوبات الكثيرة اللي انا قلتها لحضراتكم دي خلينا نطلع نشوف هذا التقرير ونرجع نكمل مع حضراتكم النادي الاهلي في ماتش يوم الجمعه ان شاء الله مع الهلال السوداني ويرجع لنا الفوز باذن الله تعالى ان شاء الله باذن الله يعني. توجه طبعا للاعيبه النادي الاهلي لاعيبه ابطال ولاعيبه رجاله وربنا يوفقهم ان شاء الله في الماتش الجاي. ان شاء الله باذن الله يرجعوا بنتيجه ايجابيه ويرفعوا راسنا ان شاء الله باذن الله في السودان. النادي الاهلي فريق كبير فريق اللعيبه رجاله ان شاء الله وقادرين ان هم ان شاء الله يحققوا في السودان ان شاء الله الماتش وربنا يوفقهم ان شاء الله وبالتوفيق. ان شاء الله كل الدعم لفريقنا فريق النادي الاهلي. في بداية البطولة إن شاء الله في السودان ربنا يكرمنا إن شاء الله وننتظر أتوقع أن نتيجة المباراة تبقى 2 2-1 للنادي الأهلي وإن شاء الله نكسب ماتش مش صعب إن شاء الله الجونين يعني أعتقد 2 واحد وأعتقد أن المكسب سهل علينا إن شاء الله إن شاء الله أهلي 2-0 إن شاء الله بأمر الله يعني هيرجع منصور ان شاء الله ب 2-0 ان شاء الله بامر الله. ان شاء الله الاهلي يكسب 2-0 بامر الله. ان شاء الله احنا نكسب 3-1 و... واحنا اللي هنبدا بالاجوان احنا هنفتتح كمان. إيه ان شاء الله نكسب 2-0. ان شاء الله الاهلي هيقدم مباراه كبيره وهيفوز ان شاء الله 3-0. والنتيجه المتوقعه باذن الله يا 3-1 يا 2-0 باذن الله دي النتيجه اللي انا متوقعها باذن الله. ان شاء الله النادي الاهلي هيكسب. اتوقع النتيجه يعني هتكون مثلا في حدود 2-0 للاهلي. طبعا احنا متعودين على الاهلي ان هو بيكسب اي حد الحمد لله. فان شاء الله ان النتيجه تبقى 3 0 طيب في انباء بتجيلنا هنتاكد طبعا منها لان لسه بيقولوا لي دلوقتي ان هناك من المحتمل ان يكون الكاف رفض تواجد الجمهور في مباراه الهلال مع النادي الاهلي يوم الجمعه القادم هل الخبر ده صحيح ولو الخبر ده صح يبقى معنى كده ان النادي الاهلي سيلاقي نادي الهلال بدون جمهور يوم الجمعه الساعه 3 عصرا بتوقيت القاهره والسودان هذه المباراه من المفترض ان هي بقول لحضراتكم بيقولوا لي ان في اخبار بتقول هذا الامر احنا بنتاكد بس من الموضوع ده بس انا حبيت اقول لحضراتكم ان هناك انباء قادمه من الاتحاد الافريقي لكره القدم ان مباراه النادي الاهلي ضد نادي الهلال السوداني يوم الجمعه القادم الساعه 3 عصرا في السودان بدون جمهور. هقول لحضراتكم او لما اتاكد تماما من هذا الخبر هقوله لحضراتكم على طول. طيب اه عايز برضو اتكلم مع حضراتكم عن تصريحات مهمة جدا قالها موسيماني هو كان اتكلم الحقيقة موسيماني مع بعض الصحف في جنوب افريقيا امبارح اتكلم وقال بعض التصريحات النهاردة ايضا اتكلم وكان النهاردة بيتكلم بمرارة كبيرة جدا مع اللي بيحصل معاه واللي بيحصل مع المديرين الفنيين الافارقة الحقيقة عن عدم وجوده ضمن قائمة افضل المديرين الفنيين في العالم على الرغم من ال من الانجازات الكثيره جدا اللي عملها بيتسو موسيماني واللي ما سبقوش لاي حد يمكن غير مانويل جوزيه تقريبا فقط باستثناء يعني ان هو حصل على بطولتين افريقيتين دوري ابطال افريقيا ورا بعض انا برضو عرضت لحضراتكم من قريب جوائز الافضل لو تتذكروا وعايز اقول لكم ان نيويورك تايمز عملت تقرير تساءلت فيه عن عدم وجود نيويورك تايمز عن عدم وجود بيتسو موسيماني أو امام حضراتكم في ترتيب أفضل مدربين العالم رغم إنجازاته بتحقيق, بتحقيق بطولتين قاريتين في ثمان شهور قالت هو الفيفا مش شايف موسيماني مثلا زي ما هناك بعض أنا دي من عندي أنا مش من مش من النيويورك تايمز دي من عندي زي ما أن هناك بعض المحللين في بعض القنوات الأخرى مش شايفة موسيماني برضو هنا في مصر هل ان الكاف والفيفا مش شايفين او بيتعاملوا بطريقه غير مفهومه الحقيقه مع بيتسو موسيماني واللي حضراتكم شفتوه يعني هل ينفع ان تقام بطوله كبيره زي بطوله كاس الامم الافريقيه في نفس مواعيد او نهائي بطوله كاس الامم الافريقيه وقبل نهائي كاس الامم الافريقيه يقام في ظل بدايه بطوله كبيره زي كاس العالم للانديه؟ الحقيقه كلام غريب جدا وقلنا الكلام ده 100 مره قبل كده ولكن دلوقتي موسيماني واحد محقق بطولتين ومش اسلام اللي بيقول اهو ولا نيويورك تايمز هتقول عليه اهلاويه كمان يعني ما مش كده يعني <applause> اهدوا على الراجل شويه لان هذا الرجل يستحق كل التقدير وكل الاحترام خلال هذه الفتره بيني وبين حضراتكم الراجل ده عمل في خلال ستة من ستة انا قلت لكم التقرير امبارح يعني ايه ستة من ستة اثنين افريقيا اثنين سوبر افريقي كاس العالم ثالث العالم مرتين متتاليتين. محتاج يبقى فيه هناك بعض التقدير برضه للمره المليون. انا بقول انا لا اصادر على راي احد اللي عايز ينتقد موسيماني ينتقد ولكن انا بتكلم ان هو انتقده لما بيبقى وحش لكن لما بيبقى كويس نسقف. طيب. مم. رسميا اذا الكلام اللي انا بقوله لحضراتكم ده رسميا نادي الهلال السوداني. يؤكد على تلقي خطاب من الاتحاد الافريقي لكرة القدم كاف بعدم وجود أو بعدم حضور جماهيري في مباراة الأهلي والهلال يوم الجمعة القادم في استاد استاد الهلال أو الجوهرة الزرقاء إذا لا يوجد جمهور في مباراة الأهلي مع الهلال و يوم الجمعة الساعة 3 وأكد نادي الهلال هذا الأمر حالا أو منذ قليل أرجع مرة تانية لموسيماني وبيني وبين حضرتك موسيماني يستحق التساؤلات بتاعته دي تستحق الإجابة محتاجين أن حد يطلع يقول لنا لماذا لا يوجد مدير فني إفريقي في الأفضل في العالم لماذا محمد صلاح مرة تانية محمد صلاح واحد من افضل مش هقول افضل لاعب في العالم ولكن واحد من افضل ثلاث او اربع او خمس لاعبين في العالم تخيل ان هو مش موجود في ال في ال11 <applause> اللي هو الفريق الافضل في العالم هو محمد صلاح مش موجود فيهم حاجه غريبه جدا عموما خلينا برضو نروح نشوف تقرير عن ارقام قياسيه حققها النادي الاهلي مع موسيماني في كاس العالم للانديه ونرجع نكمل مع حضراتكم حفلت في بطولة كأس العالم للأندية بالأرقام القياسية التاريخية التي يسطرها المارد الأحمر في مشواره نحو العالمية التي يستحقها عن جدارة بسجل بطولاته الكبير على الصعيد القاري والعالمي. وبعد الفوز على الهلال السعودي برباعية نظيفة والتتويج بالبرونزية أصبح النادي الأهلي أول فريق يتوج بثلاث ميداليات برونزية في تاريخ كأس العالم للأندية، كما كان الفوز بالأربعة هو الأكبر في تاريخ مشاركات الأهلي بالبطولة العالمية. وأصبح الأهلي ثالث أندية العالم وقوفاً على منصة التتويج بالميداليات بعد ريال مدريد الحاصل على أربع ميداليات ذهبية، وبرشلونه الحاصل على ثلاث ذهبيات وفضيه، والأهلي الحاصل على ثلاث ميداليات برونزيه، كما شهدت تلك النسخه رقما جديدا للأهلي الذي أصبح ثالث الفرق تحقيقا للفوز برصيد ست مباريات خلف ريال مدريد الذي حقق الفوز في عشر مباريات، وبرشلونه الإسباني الذي حقق الفوز في سبع مباريات. وأصبح النادي الأهلي هو الفريق الأكثر خوضا للمباريات في كأس العالم للأندية بعدما لعب الأهلي 18 مباراة يليه أوكلاند سيتي النيوزيلندي برصيد 16 مباراة ويليهما في الترتيب ريال مدريد الإسباني ب12 مباراة ومونتريال المكسيكي بالرصيد ذاته ثم باتشوكا المكسيكي بتسع مباريات وبرشلونة الإسباني وكلاب أمريكا المكسيكي بثماني مباريات لكل منهما وصل الأهلي للدور نصف النهائي للمرة الرابعة في تاريخ البطولة حقق في ثلاث منها 2006 و2021 و2022 المركز الثالث وفاز بالميدالية البرونزية وفي المرة الرابعة نسخة 2012 احتل المركز الرابع عدد اللاعبين الذين مثلوا الاهلي في تاريخ البطوله 71 لاعبا وارتفع عدد لاعبي الاهلي الذين احرزوا اهدافا في البطوله الى تسعه لاعبين وهم محمد ابو تريكه برصيد اربعه اهداف، يليف لافيو امادو برصيد ثلاثه اهداف، وعماد متعب وياسر ابراهيم بهدفين وهدف واحد لكل من السيد حمدي وحسين الشحات ومحمد هاني واحمد عبد القادر وعمرو السليه. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين ورجعنا لحضراتكم مره ثانيه عايز اوري بس لحضراتكم ماذا كتب نادي الهلال على تويتر حالا او منذ قليل الحقيقه اتقال زي ما قلت لحضراتكم نادي الهلال السوداني تسلم نادي الهلال خطابا رسميا من الاتحاد الافريقي كاف يحظر دخول الجماهير لمباراه الهلال والاهلي المصري دي الصفحه الرسميه لنادي الهلال السوداني اذا مباراه يوم الجمعه القادم امام الهلال السوداني بدون جمهور زي ما اعلن نادي الهلال السوداني النهارده ايضا كان في افتتاح النادي المصري القاهري بعد تطويره خلينا نطلع نشوف هذا التقرير طبعا السيد الوزير الدكتور اشرف صبحي الحقيقه كان بيفتتح تطوير النادي المصري القاهري ضمن خطه تطوير منطقه مصر القديمه التي اطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. نطلع نشوف هذا التقرير ونرجع نكمل او هنطلع فاصل بعد هذا التقرير وبعد الفاصل ناخد اخبارنا اخبار البيت الكبير. احنا يعني الدعم الكبير اللي القياده السياسيه في فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي بيديه للقطاع الشبابي والقطاع الرياضي غير مسبوق. دعم على الارض ودعم من الارض للسماء في كل حاجه حقيقه يعني. احنا بنشكر سيادته، نشكر فخامه الرئيس على هذا الدعم وايضا لوجودنا ان احنا نكون موجودين في هذا المكان الجميل والكبير كل شكر والتقدير لفخامه الرئيس فخامه الرئيس وجه بتطوير هذه المنطقه زي ما بيوجه بتطوير كل مصر احنا جزء من هذا التطوير في هذه المنطقه اللي هتشهد طفره كبيره جدا المنطقه مصر القديمه وجوارها بتشهد طفره كبيره جدا زي كل مكان في مصر كان من دواعي هذا التطوير طبعا ان احنا مؤسسه مهمه جدا لينا على المستوى الشبابي والاجتماعي والرياضي لهذا الحي ان احنا نحتفظ بوجودها وفرصه ان احنا نطورها عشان كده كل شكر والتقدير لمعالي دوله رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي للسند والمسانده الكبيره جدا ان احنا يكون هذا المكان تطور جديد، منشأ جديد رياضي. احنا أولا بنشكر فخامة الرئيس على يعني حرصه الدائم على تطوير كل شبر في مصر. تطوير منطقة مصر القديمة وتطوير المنطقة الحضرية ده كان كان شيء مهم جدا وكبير جدا. مع هذا التطوير في الحقيقة كان في جزء للنادي المصري القيرواني القديم. دوله رئيس الوزراء تنسيقا سمح ان احنا ننقل لهذا المكان ان شاء الله نادي المصري القاهري اللي عضويته دلوقتي فيها 19200 ان شاء الله هيكون حاجه اكبر بكتير مع تصميم فيه كل المنشات الرياضيه في حمام سباحه اولمبي وفيه مجمع حمام سباحه اصغر ترفيهي وفي آه يعني ملعب قانوني كرة قدم وفي صالة رياضية ومنطقة اجتماعية كبيرة جدا اللي بيها إضافة تانية كبيرة جدا للتطوير الشامل آه حياة كريمة هي مفهوم ومضمون حياة كريمة مش بس تطوير الريف المصري حياة كريمة شاملة كل معاملات التنمية اللي موجودة في كل مكان بما فيها حتى المكان الحضري اللي احنا موجودين فيه حياة كريمة في الرياضة حياة كريمة للشباب حياه كريمه للاسره المصريه واحنا بدورنا كوزاره شباب ورياضه واحنا موجودين طبعا في القاهره معانا مديريه شباب ورياضه في القاهره اكيد احنا يعني بندقق هذا العمل وبنطور هذا العمل باستمرار اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين خلينا بقى نروح لاخبارنا اخبار البيت الكبير النادي الاهلي كابتن محمود الخطيب النهارده الحقيقه بيوجه الشكر للجنتي الموارد والعضويه ويشيد بجهودهما في تسويق عضويه النادي الاهلي وده كان في خلال المؤتمر الصحفي اللي عقده النادي الاهلي اليوم للاعلان عن تفاصيل عقد الشراكه مع شركه فاليو من اجل الترويج للعضويات العامله الجديده وفقا لاستراتيجيه مجلس الاداره لزياده الموارد زي ما حضراتكم عارفين دائما النادي الاهلي بيحاول ان يطور من موارد النادي على الرغم من كده انا هتكلم مع حضراتكم هنحطكم بعد شويه في جزء مهم جدا 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 ولكن دائما ما يطور او ما يحاول ان يطور النادي الاهلي ومجلس ادارته كابتن محمود طبعا ومجلس ادارته في موارد النادي او الفلوس اللي بتخش النادي علشان يستطيع ان يواكب الاحداث اللي بتحصل والتطور الكبير اللي بيحصل في كل انحاء العالم، التطور الرياضي الكبير اللي بيحصل زي ما حضراتكم سمعتوا منذ قليل الدكتور اشرف صبحي وهو بيتكلم عن حياه كريمه للجميع حتى في الرياضه، حتى في الملاعب، في كل المواقع اللي بيتم انشائها علشان تكون حياه كريمه لكل المصريين من خلال وجود رياضه ومن خلال وجود منشات رياضيه كبيره ومهمه في كل الاماكن، النادي الاهلي دائما ما يكون حريص على مثل هذه الامور، وعلشان كده كابتن محمود الخطيب النهارده وجه الشكر للجنتي الموارد والعضوية وأشاد بجهودهم في تسويق عضوية النادي الأهلي لأنه بيني وبين حضراتكم العضوية بتجيب فلوس تخلي الكابتن خطيب وتخلي مجلس الإدارة اللي متواجد حاليا يقدر يعمل الحاجات اللي هو عايزها يقدر يروح لاستاد النادي الأهلي يقدر يروح لحلم من أحلام لعبة النادي الأهلي الحقيقة وكابتن محمود النهاردة هو بيتكلم خاص بالشكر للأستاذ محمد الضماطي عضو مجلس الإدارة لأنه أول من عمله أو أول من عمل في هذا الملف منذ فترة طويلة وبذل فيه مجهود كبير بالإضافة إلى لجنة العضوية برئاسة الأستاذ طارق أنديل والدور الذي قاموا به في رحلة الإمارات الأخيرة من أجل تسويق عضوية النادي كابتن خطيب قال أيضا أن طبعا رحلة الإمارات دي ما هي إلا مجرد بداية عشان نساعد كل الإخوة في التواجد سواء كانوا مصريين او عرب الحقيقه وحابين ان هم ينضموا لعائله النادي الاهلي عائله النادي الاهلي اللي دايما بنتكلم عنها البيت الكبير وعائله النادي الاهلي عايز بس اقول لحضراتكم جزء مهم جدا وانا بتكلم في هذا الامر كابتن خطيب اشار لي الحقيقه في كلامه النهارده في المؤتمر الصحفي مليار و مليون نادي بيصرف على بنيته التحتيه مليار و مليون جنيه. بتقول كام يا اسلام؟ مش انا اللي بقول، ده مجلس الإدارة والميزانيات وكل حاجة هي اللي بتقول هذا الكلام. مليار و مليون جنيه تم صرفهم على البنية التحتية المتواجدة في النادي الأهلي أو في فروع النادي الأهلي الحقيقة اللي متواجدة في كل مكان. اللي متواجدة في كل مكان. يعني اربع فروع هنا وفرع الاقصر الحقيقه الفروع كلها فيها تطور كبير جدا جدا الحقيقه زي ما حضراتكم شايفين في كل حاجه كل حاجة بتتغير وكل حاجة بتتطور، مش عايز بقى اتكلم على الحاجات اللي كنا بنتكلم عنها زمان الجراجات الجراج الكبير اللي اتعمل في مدينة نصر، الانشاءات الكبيرة والحديثة اللي بتتعمل في الجزيرة، الانشاءات الكبيرة والحديثة اللي بتتعمل والصلاة الجديدة اللي بتتعمل في الشيخ زايد والصلاة الجديدة اللي بتتعمل بقى في مدينة نصر والشكل الكبير اللي البوابات اللي حضراتكم شفتوها في الجزيرة واللي بتشوفوها في مدينة نصر عاملة ازاي؟ هو ده هو يعني هتقول لي اه فلوس كتير فرع التجمع الخامس اللي بيحصل في فرع التجمع الخامس والطفره الكبيره اللي حصلت وقريب ان شاء الله مش عايز اقول مواعيد طبعا لانه النادي الاهلي لسه لم يعلن عن مواعيد ولكن قريب ان شاء الله هتسمعوا افتتاح الجزء الاول مرحله الاولى من نادي الاهلي التجمع الخامس حضرتك كعضو جمعيه عموميه لما بتروح تقعد في النادي الاهلي في الجزيره بتبقى مستمتع بتبقى مبسوط لما بتروح تقعد في الشيخ زايد نفس الكلام في مدينه نصر في مدينه نصر نفس الكلام انت بتحط فلوس في النادي بتاعك النادي عندك مجلس اداره بيعرف يصرف الفلوس دي فين هو ده المهم هو ده الاسلوب اللي دايما بيستخدمه مجلس اداره النادي الاهلي علشان يطور من البنيه التحتيه اللي موجوده في النادي الاهلي في كل شيء، في كل شيء، فمليار و600 مليون جايبهم منين؟ جبناهم من موارد كثيره جدا الكابتن شرحها قبل كده قبل الانتخابات اللي فاتت وشرحها. موارد كثيره جدا ولكن انا بصرف وكل اللي محتاجينه ان احنا يجي لنا دعم من وزاره الشباب والرياضه. انا حتى هذه اللحظه اللي انا بتكلم فيها مع حضراتكم من 2018 لغايه دلوقتي 5 مليون و100 الف جنيه تقريبا اللي جم للنادي الاهلي في ثلاث سنوات او في اربع سنوات او من 2020 -20 زي ما الكابتن خطيب قال النهارده فكل ال كل الدنيا بتدعم النادي الاهلي وكل حاجه ولكن وزاره والله يكون في عون طبعا الدكتور اشرف صبحي الحقيقه لانه يعني عنده انديه كثيره جدا ولكن النادي الاهلي هو دايما النادي اللي بيؤثر وبشكل كبير جدا في كل المنتخبات الوطنيه والنادي الاهلي بيعمل كده لاعضائه وللرياضه المصريه للرياضة المصرية أنا كنت أقصد اللي أنا أجيب لحضراتكم افتتاح النادي المصري القاهري علشان تعرفوا إيه اللي بيحصل في حياة كريمة وبعدها على طول تشوفوا اللي بيحصل في النادي الأهلي ومقدار الفلوس اللي بتدفع في البنية التحتية علشان تبقى في عندك نادي مؤسسي ونادي كبير جدا وعندك كل الفاسيلتيز أو عندك كل الإمكانيات اللي موجودة في نادي كبير ونادي عالمي فده كابتن خطيب كان مصر ان هو يتكلم في هذا الامر. والنادي الخطيب والنادي الاهلي يعني مليار و مليون مليار و مليون في ثلاث سنين ولا في اربع سنين خدنا كام خدنا من الوزاره خمسه مليون و الف جنيه نتمنى ان يكون هناك دعم خلال الفتره القادمه للنادي الاهلي لان النادي الاهلي زي ما اتكلمنا في هذا الامر قبل كده 100 مره اتكلمنا في هذا الامر بيمثل قطاع كبير وعريض من الشعب المصري ومن الرياضيين اللي موجودين في المنتخب شوف بقى غمض عينك كده واسال هو منتخب كره بلاش كره القدم احنا عارفين وحافظين لكن اسال كده عن منتخب كرة السرعة، عن منتخب كرة أي حاجة، هتلاقي إن, إن النادي الأهلي بيمثل مش أقل من 50% من كل الألعاب في المنتخبات الوطنية. الله يكون في عون سيادة الوزير طبعاً عنده مشاكل كثيرة جداً وعنده أندية كثيرة جداً عندها نفس الدور ولكن النادي الأهلي هو الأكبر الحقيقة وهو اللي بيحاول دائماً أن يكون مواكب للتطور اللي بيحصل حوالينا. في العالم كله استاذ وليد حسونة قال ان فاليو تقدم انظمه تقسيط لعضويه الاهلي تبدا من سته اشهر وتصل الى عشر سنوات ده طبعا من خلال استاذ وليد حسونة الرئيس التنفيذي لهذه الشركه الكبيره قال خلال المؤتمر الصحفي ان العقد ما بينه وما بين النادي الاهلي شراكه استراتيجيه كبيره ومهمه جدا مع واحد من اهم واكبر الانديه في مصر وفي الشرق الاوسط. طبعا الرئيس التنفيذي للاستاذ وليد حسونه بيهدي قميصا خاصا للكابتن الخطيب وكان طبعا ده في اطار التعاون او زي ما حضراتكم شايفين في اطار التعاون الاستراتيجي بين النادي الاهلي وشركه فاليو باعتبارها احدى الشركات الرائده في مجال التسويق وتغيير نمط الحياه في شمال افريقيا والشرق الاوسط. ده كان مهم جدا ان احنا نقول لحضراتكم ايه اللي حصل النهارده ولكن بقى خلينا نروح نقول او نشوف الاهلي بيتدرب قبل السفر للسودان وده اتكلمنا فيه مع حضراتكم مع زميلنا كريم احمد والحمد لله سلبيه المسحه الطبيه لبعثه الفريق قبل السفر للسودان، النهارده زي برضو ما زميلنا كريم أحمد وفد السفارة المصرية ومسؤوله الهلال في استقبال بعثة الأهلي بمطار الخرطوم، جماهير الأهلي أيضاً في السودان بتستقبل البعثة وتطالب اللاعبين، وده اللي إحنا إتكلمنا فيه وده دايماً اللي بنتكلم فيه. تخيل حضرتك إن أنت من أسبوع كنت في الإمارات بتلاعب نادي الهلال السعودي وبتكسبه وبتحصل على الميدالية البرونزية في كأس العالم الأندية. النهارده جمهورك بيقول لك يا أهلي. النادي الاهلي اعلن ايضا عن ان محمد الشناوي لن يكون متواجدا في هذه المباراه وبالتالي يواصل التاهيل وتنفيذ برنامجه التاهيلي وكمان بيرسيتاو بيستكمل البرنامج التاهيلي للتعافي من اصابه العضله الاماميه وصلاح محسن يبدا التاهيل للتعافي من جراحه مشطيه القدم ثلاثه من النجوم الكبار الحقيقه سواء النجم محمد الشناوي او النجم تاو او النجم صلاح محسن الله يكون في عونهم الحقيقه ولكن في النهايه لا يكون في عوننا احنا كجمهور النادي الاهلي احنا نفقد الثلاثه دول دلوقتي في مثل هذه المباراه اعتقد ان ده شيء صعب جدا وان شاء الله لما يعودوا هيكون لهم دور كبير جدا جدا مع النادي الاهلي النهارده او بكره ان شاء الله هيكون الاجتماع الفني لمباراه الهلال والاهلي والكاف بيعلن موعد مباراتي الاهلي ضد سان داونز في بطوله دوري الابطال ان شاء الله يوم 26 فبراير الجاري موعدا لمباراه الاهلي وسان داونز في اطار الجوله الثالثه من مباريات المجموعه الاولى لمسابقه دوري الابطال ان شاء الله هذه المباراه ستقام على ملعب الاهلي والسلام مباراه العوده هتقام في الجوله الرابعه من دور المجموعات يوم 11 مارس القادم على ملعب رويال بافكوينج في مدينة لستنبورغ الجنوب إفريقية 180 كيلو بعيدة عن جوهانسبرغ. الفيفا بيعلن عن أفضل خمس أهداف في كأس العالم للأندية من بينها هدفي هاني والسولية ايضا ماثيوس بيريرا الهلال سعودي في شباك الجزيره الاماراتي وعبد الله ديابي في الجزيره الاماراتي في شباك بيري بطل تاهيتي ودودو بالميرس البرازيلي في شباك الاهلي ومحمد هالي الاهلي في شباك مونتري المكسيكي استاذ جمال علام النهارده رئيس الاتحاد المصري لكره القدم قال ان مباراه المنتخب والسنغال تشهد حضور 60 الف مشجع لو ينفع 80 او 90 لو ينفع 8 80 مليون هتلاقي 80 90 مليون موجودين في الاستاد في الاستاد يا استاذ جمال. كاف بيقول ان مصر والسنغال حافظا على نظافه شباكهما في خمس مباريات من سبعه بالكان الافريقي 19 فبراير موعد قرعه دور ال 32 لكاس مصر. كابتن عصام عبد الفتاح على اتحاد كره القدم يرغب في تواجد كوادر جديده بلجنه الحكام يعني اتحاد كره القدم يرغب وحضرتك ما ترغبش لا كابتن عصام يعني ماشي ماشي اتحاد كرة القدم يقرر تشكيل رابطة أندية للقسم الثاني حقيقة حاجة رائعة جدا 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 منتخب الناشئين 2006 بيفوز على الإمارات بهدفين وديا اليوم طيب دي كانت اخبارنا خلونا نطلع فاصل وبعد هذا الفاصل هنستقبل النجم الكبير كابتن اسامه عرابي، كابتن اسامه هنتكلم نص ساعة كده فنيا عن مباراة الاهلي والهلال ان شاء الله يوم الجمعة القادم، كيف يستطيع النادي الاهلي خصوصا بعد ما تأكدنا وتم إبلاغ نادي الهلال رسميا بعدم وجود جمهور، هل ده هيفرق ولا مش هيفرق؟ كلام كتير جدا من الناحية الفنية مع النجم الكبير كابتن اسامة عرابي ولكن بعد هذا الفاصل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين خلوني ارحب بضيفي وضيف حضراتكم في هذه الفقره النجم الكبير كابتن اسامه عرابي زي كابتن اسامه مساء الخير بك يا اسلام اهلا وسهلا مصر اه انا مصر النهارده لابسين زي بعض أيوه. اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله كله كويس؟ الله يخليك الحمد لله كابتن اسامه مباراه مهمه دلوقتي جه خبر او تاكد خبر عدم وجود الجمهور ان شاء الله يوم الجمعه القادم في تمام الساعه الثالثه ومباراه الاهلي والهلال او الهلال والاهلي هل تعتقد ان ده هيكون نقطة إيجابية في صالح النادي الأهلي ولا نقطة سلبية زي ما حضرتك شايف؟ لا أكيد إيجابية. يا. آه أصل في ناس بتلعب تحت الضغط أفضل. ماشي في بعض آه. الناس بتلعب تحت الضغط افضل بس خلي بالك الجماهير تملي غالبا يعني تبقى في آه. صالح الفرقة بتلعب صاحب الأرض. بتلعب صاحب الأرض. نعم. آه بتحمس الناس بتخليهم يبذلوا جهد أكتر بتخليهم عندهم إصرار أكتر النادي الاهلي ما تفرقش معاه كتير طبعا، الاهلي خبراته كبيره جدا في افريقيا وسواء بيلعب قدام جمهور ما بيلعبش قدام جمهور امكانياتهم وخبراتهم وتراكم الخبرات على مدار سنين طويله ما بتفرقش ولكن ما فيش شك انه انه لو حسبناها نسبتها فين اكتر؟ لا طبعا هتبقى في صالح النادي الاهلي اكتر من صالح الهلال حتى لو نقول ان هو جاي من من كاس عالم انديه وكان هناك تشجيع كبير وكان برضو على الاقل نص الاستاد بيبقى يعني في مباراه بالميرس كان ثلاث ارباع الاستاد كمان ضد النادي الاهلي اعتقد حتى لو كده؟ اه لا ما هو انا بقول لك النادي الاهلي طبعا خبرات لعبته تقدر تلعب طبعا مع جماهيرنا اكيد طبعا وحتى ضد الجمهور المنافس لما بيكون جمهور منافس حصل من كام سنه في, في الهلال تحديدا اه كتير آه وياما ياما لعبنا وانت عارف ان كتير يعني ما بتفرقش معانا ولكن ما فيش شك انه انه عدم وجود الجمهور آه بيقلل من حماسه اللاعب حماسه آه. اللاعب اللي هو صاحب الارض شويه لكن النادي الاهلي سواء لعبنا بجمهور او ان شاء الله نقدر نكسب الماتش يعني. طيب السنه اللي فاتت وانا مصر يعني ناس كتير بتقولي انا مصر ان انا اسال السؤال ده لانه سؤال عايزين نسخن الناس شويه اللعيبه يعني اللي هو السنه اللي فاتت بعد مباراه او بعد الهلال. و... نعم بعد مباراه الهلال لا السنه اللي فاتت بعد ما فزنا بثالث العالم برضه رجعنا لعبنا اولى المباراه الافريقيه وكانت سيمبا وخسرنا. اه مش شرط ما هو انت خلي بالك ميزه المجموعات انك انت عندك ست ماتشات تقدر بالذات الفرق الكبيره تقدر تتدارك الموقف لو حصل دروب في في مباراه سواء بهزيمه او تعادل لكن الافضل طبعا انك انت تبتدي من البدايه قوي وتكسب تكسب. طبعا نمره واحد او على الاقل تتعالج تتعادل خارج ارضك وخاصه ان المنافس التقليدي في المجموعه بتاعتك اللي هو سان داونز كسب المباراه الاولى الهلال 1-0 رغم انه الهلال في المباراه دي عمل مباراه جيده جدا وخسر 1-0 لكن في النهايه سان داونز هو المنافس اللي مع النادي الآلي على اول وثاني المجموعه فبرضو في مصلحتك انك انت في المباراه الاولى دي انك ان شاء الله تكسب الثلاث نقط او لو ما كانش كده على الاقل تتعادل يعني. خساره الهلال في المباراه الاولى هل ده شيء سلبي للنادي الاهلي؟ لا سلبي للهلال اكتر. للهلال؟ اه للهلال اكتر. ليه هيجي بقى متحمس وعايز يكسب؟ ماشي هيبقى متحمس بس هيبقى متوتر ومستعجل. أوكي. لانه احساسه لو خسر المباراه اللي هي الثانيه على وعلى التوالي أرضه؟ وعلى ارضه غالبا غالبا هيبقى بره الاول غالبا يعني ف صحيح هيبقى مندفع وعايز يكسب و, و... واصرار وكده ولكن برده عامله ضغط عليه عامله ضغط عليه لانه هو احساسه انه الاهلي لو كسب المباراه هو هيبقى بره الموضوع بدري كمان يعني هيبقى لسه اربع ماتشات صحيح بس هيبقى صعب عليه قوي يعني ليه صعب ف... ليه يا كابتن؟ أربع أربع ماتشات ب 12 بس نقطة بس بس خسران الأول صن داونز وخسران من الأهلي لو خسر من الأهلي إن شاء الله يعني هيبقى صعب الموقف صعب أيوه لا أنا فاهم بس أنا عشان آه لا الناس لا الناس لا ما هو أربع أربع مباريات صحيح 12 نقطة بس لما هتخسر أنت أول ماتشين في ملعبك مش هيبقى عندك القدره قوي انك تقدر تكسب الاربع ماتشات المت ماتش بعد كده. بيلعبوا ماتش بره، سان آه. داونز بره. فلسه هيبقى عنده النادي الاهلي هنا وعنده ااا آه سان داونز ثاني هنا آه. في السودان يعني. اه ف فم... العمليه مش هتبقى سهله عليه. اه. فهو لو خسر اعتقد هو بره الموضوع يعني. ده بنسبة كبيرة يعني. ده ايجابي للنادي الاهلي تقصد؟ هي ما هي فيها شقين، هي ايجابي ان ان فرقه الهلال هتبقى تحت ضغط قوي اوكي تحت ضغط يبقى انت تملي وانت حاسس ان الفرصه الاخيره بالنسبه لك بتبقى متوتر شويه قراراتك تبقى متوتره شويه لو جه في الجون مثلا هتبقى مستعجل ومتوتر تفتح اكتر لو ما متاخرت في احراز هدف هتبقى في استعجال فهي في صالح النادي الاهلي اكتر انه خبره لعيبه النادي الاهلي تقدر تمتص اذا كان هم هيبقى متحمسين يعني عشان خسروا المباراه الاولى وعايزين يكسبوا النادي الاهلي أيوه. النادي الاهلي يقدر يمتصهم ويقدر يسجل فيهم كمان فهي طبعا نقطه في صالح انا وجهه نظري في صالح النادي الاهلي طيب شفت المباراه الاولى لنادي الهلال ازاي امام سان اه زي ما قلت لك مباراه جيده هم اتخطفوا في جون في اول 8 دقائق غلطه من آه من لاعب وسط السودان وبيرجعها الراجل خطفها وراح جاب جون لكن في احداث الماتش أيوة. أه، تحس فرقه اللي اتحسنت عن الفترات اللي فاتت فعلا اه وجابوا ثلاث لعيبه برده اللي هو عبدول جاجون ده النيجيري وابراهيم مصطفى وجرالد فيري لعيبه برده معقولين مش هنقول يعني احسن حاجه ولكن لعيبه كويسين عندهم طبعا اربع خمس لعيبه او سته في محمد الرحمن اعتقد طبعا عبد الرحمن أه. خطر طبعا محمد الرحمن خطر فراس الظهير الايسر كويس عيسر. ابو عشرين جون مش وحش ايران إر... إر... اللي هو محمد إيران ده اللي هو باك برده كويس يعني عندهم اربع خمس ست لعيبه في المنتخب في المنتخب السوداني شفناهم مع منتخب مصر في المباراه الاولى كانوا بعاد قوي لكن في مباراه الامم الافريقيه مصر كسبتهم واحد 0 تحس كان في تحسن شويه صحيح طبعا منتخب مصر كان افضل لكن في لعيبه منهم لعيبه كويسين وانت زي ما قلت محمد عبد الرحمن طبعا لو مهاجم أختار اختارهم يعني أه. ف يعني هم لموا نفسهم ولكن برضه ما فيش شك ان الظروف اللي بتمر بيها دوله السودان الشقيقه يعني اكيد برضه ليها تاثير على الاحداث الكرويه وكده برضه دي برضه مؤثره يعني ما فيش شك في كده لكن النادي الاهلي رغم ان هم فرقه جيده وعندهم لعيبه دوليين وعندهم لكن احنا طبعا خبراتنا اكبر الثقه عندنا بطولتين ورا بعض ولسه انش... ما يقلقكش ده يا كابتن ما هو ده بق... ما هو ده عشان كده انا سالت حضرتك سؤال اه هل ده ما يقلقكش ان انت راجع وكسبان الهلال السعودي أيوة. اكبر الفرق في اسيا ولم يكن افضلها وكسبان بشكل كويس لعبت قبلها مع مونتري كسبت بشكل كويس يمكن مباراه بالميراس انا بشوف ان كاس العالم ده انت ما يعني شوط واحد بس اللي عملته وحش بقيه المباراتين و... ومباراتين ونص مظبوط عاملهم على اعلى مستوى مظبوط وبالذات طبعا مباراه الهلال الاخيره طب. الفرقه من اول دقيقه كانت في في الفورمه زي ما بيقولوا احسن الحالات من حيث الكميات الجري من حيث التمرير من حيث الخطوره على المرمى انت جايب جون في الدقيقه 4 وجون في الدقيقه 16 و يعني انت خلصت الماتش بدري بدري وواحد من احسن الماتشات اللي النادي الاهلي عملها وحتى قبل حالات الطرد يعني انت نسبوك. كنت متفوق من البدايه مم. ما فيش شك انه انه الطرد الثاني اللي هو في الدقيقه 28 سهل لك بقى الماتش خلاص انت كسبان 2-0 واثنين مطرودين يعني الموضوع خلاص هم رموا الفوطه بيادوا المباراه لغايه اخرها لكن انت من بدايه اللقاء عامل مباراه حلوه أوي فانا اعتقد النادي الاهلي عنده الفصل ده يعني يعني اللعيبه خلاص خدت على كده يعني احنا حتى الماتش اللي فات بعد ما كسبنا قلنا هيفرحوا النهارده ومن ثاني يوم هتلاقي حتى آه، يعني عبد العفيز واكيد الكابتن الخطيب وال... وال... وسامي امصان واداره الكوره وسامي امصان والكلام ده هيقولوا لهم فكروا في اللي جاي. في, في اللي على طول يعني هي بس الفرحه كانت بتبقى يوميها في نفس اليوم يعني فالنادي الاهلي يعني بتعود طول عمره على كده فما م. اعتقدش ان ان ان, إن هتاثر سلبا على ال... على الفرقه اعتقد ان شاء الله يكونوا مركزين يعني باذن الله طيب كيف يستغل موسيماني بقى وجوده او رجوعه من كاس العالم للانديه بتالت العالم آه في هذه يعني المباراه طبعا آه آه انا انا شايف انه مباراتين اللي هي بتاعه الهلال السوداني وقبليها بالميراس بالميراس هو الهلال السعودي اه بالميراس هو الشوط الاولاني تحفظنا زياده عن اللزوم في النواحي الدفاعيه تحفظنا قوي <applause> لدرجه ان احنا ما كانش لينا ولا فرصه على مرمى بالميرس الشوط الاولاني الشوط الثاني اتحسن بعد ما نزل شريف و... وعبد ال... و... واحمد عبد القادر وضغطنا لقدام ولكن طبعا الجون الثاني اللي جابوه في الدقيقه اتنين من الشوط الثاني صعب... <applause> صعب صعب, صعب المباراه وبعدين طرد ايمن في الدقيقه 80 صعب المباراه بس كان النادي الاهلي اداء احسن المباراه الهلال الهلال السعودي هو رغم ان فرقه الهلال ما تقلش عن بالميراس الضغط اللي عمله من البداية أربك حسابات الهلال. الهلال فأنا متصور أنه ممكن يعمل كده برضو مع الهلال السوداني مش م. يعني رغم أن احنا بره ملعبنا بس ممكن ياخد الجرأة دي من مباراة الهلال السعودي أنه أنه يبادر بالهجوم ممكن جدا م. أتصور كده دي ممكن تربكهم خاصة زي ما قلت هم ما عندهمش بديل عن الفوز يعني مم. يعني عارف انت لو هم كانوا مثلا كسبوا سان داونز او تعادلوا حتى هيبقى الامور هو ما عندوش الا غير انه لازم يكسب مم. يعني تبقى صعبه عليهم قوي لو خسروا تاني ماتش وفي ملعب فانا اعتقد ان مستر موسيماني ممكن يلعب بنفس الاسلوب الضاغط ده اللي هو عمله في مباراه الهلال الـ الـ السعودي السعودي خاصه ان احنا لسه لينا خمس ماتشات يعني مم. مش قلقانين من حاجه صحيح احنا لو كسبنا من الاول يبقى افضل لنا ولكن زي ما انت قلت حتى لا قدر الله لو حصل خساره النادي الاهلي قادر ان يعوض ويستعيد البتاع فمش هتبقى يعني انا اقصد ايه مش هتبقى مجازفه ان هو يضغط من الاول مش هتبقى آه. مجسفة مم. بالعكس ممكن تربكهم فحضرتك شايف ان مع الضغط انت مع الضغط من اول المباراه ضغط العالي الهاي سكول اه 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 يعني على آه الاقل فتره ما انت ما هي خلي بالك ما هو ممكن انت بتضغط من الاول وبعد كده آه بترجع تاني لان مم. الماتش ما بيفضلش انت ضاغط ضغط عالي من من اول دقيقه لاخر دقيقه ديالأ في وقت انت اه يعني اه يعني في وقت ممكن تضغط 10 دقائق مثلا مظبوط وبعدين يعني بترجع تاني ترجعتين. سواء في ثلث تلت ملعب ثلثين ملعب او نص ملعب يعني ده طبيعي يعني الماتش بيروح ويجي بس انا بتكلم انه انه التحفظ زياده عن اللزوم اللي دي كانت مشكلتنا في ماتش بالميراس الشوط الاولاني آه كنا متحفظين قوي ومش عارفين نعمل بقى الجزء الثاني اللي هو الارتداء الصعود بالكره الهجوم اه يعني صعود بالكره من تحت لفوق عشان تعمل خطوره على على مرمى بالميراس ضيعنا ال 45 دقيقه الاولى م. فان شاء الله ما تحصلش في ماتش السودان يعني ان شاء الله أه هل حضرتك مع أنه هو يلعب بنفس التشكيل اللي دايما بيلعب بيه او بيلعب بيه في المباريات الاخيره ولا يغير في التشكيل يعني مثلا احنا عارفين ان هو بيحب يلعب من اشرف ناحيه آه الشمال بدل ياسر ابراهيم لكن ياسر الحقيقه قدم مباراه جامده جدا محمد عبد المنعم قدم مباراه جامده جدا محمد هاني قدم مباراه جامده جدا آه يعني كل ما هكلمك عن واحد اقول آه صحيح, صحيح, صحيح لا ما اعتقدش هو طبعا ايمن اشرف لعيب مهم و يمكن عشان هو دايما بيميل بس قبل بس ما حضرتك آه بيميل للي بيلعب بشماله ناحيه الشمال مظبوط فهو بيميل فعلا للي بيلعب بشماله ناحيه الشمال وخاصه انه بيروح يقفل على الجنب اللي فيه معلول بالظبط لما معلول بيهاجم وخاصه احنا بنلعب 3 4 3 مظبوط ف ف, ف ده, ده 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 طبيعي عارف انت لو كنا مثلا ياسر قدم مباراه سيئه في ماتش ال ال الهلال السعودي او لا قدر الله خسرنا كان ممكن التفكير ده عنده اعتقد انه هيلعب بنفس الشكل بالظبط اعتقد طب ليه م. لا يا كابتن ما هو ما ممكن نتكلم في كذا سيناريو ان ممكن يلعب مثلا ياسر ابراهيم على محمد عبد المنعم وايمن اشرف ويقعد حد من الثلاثي وسط الملعب بس هو بيميل ان حمدي فتحي هو اللي يلعب المنطقه دي يلعب المنطقه دي وي وي وينزل بين قلبي الدفاع وبعدين يطلع يكمل عشان يدي كمان حريه يزق آه ديانج السلاية لقدام انه يساعده الثلاثي الامامي مم. فانا انا اتصور انه مش هغل... انا اتصور لكن لكن هي برضه برضه آه, اه جايز انا مش هقدر يعني هادر ترجع أخش. لك مثلا مجدي قفش ما انا مش ه... لا ممكن يخليك يا شوط تاني انا بتكلم آه. بص اسلام اصلك انت لما بتلعب ماتش بال... بالشكل ده وتكسبه بالسكور ده بالسكور ده صعب تفكر في التغيير ممكن يحصل بقى حسب ما هو هيحس هل إنت الناس انت لو مدير حد مرهق حد تعبان دي هو بقى يحسها اك لا هو انا اقصد مستر موسيماني انت جيت بطياره خاصه وانت جاي من الامارات مش جاي من بلد مثلا انت جاي من الامارات وفي نفس الوقت انت رايح بطياره خاصه ورايح قبل المباراه بثلاث ايام من يوم الثلاث الصبح لا انا هناك فما عندكش حاجه تخليك مرهق تعبان اه طبعا الفكر والتوالي بالعكس انا ممكن اقول لك مثلا مرهق وتعبان ده الفتره اللي جايه ايوه لان انت كل ثلاث ايام مباراه باستثناء من 18 هتلعب 22 من يوم 22 هتلعب تبتدي تلعب كل ثلاث ايام فيما عدا المباريات الخارجيه اللي هتسافرها. مظبوط. لا زي ما قلت لك انا متصور انه هيلعب بنفس التشكيل لانك انت لما بتعمل مباراه حلوه زي دي ما بتحبش تلعب في الافراد ما بتحبش تلعب في الافراد الا أوه. غير بقى حاجه خارج ارادتك واحد مثلا مطرود انذارين اصابه انت حاسس بواحد تعبان قوي لكن ده ما حصلش. فانا اتصور انه ممكن يخلي قفشه وايمن وكده على دكه البدلاء على اساس ان يستعين بيوم, مطلوب بيوم بعد كده وهو مطلوب لانه انت محتاج ان يبقى عندك دكه طبعا تقدر قوي. تستعملها في ما يبقى معايا اسماء عربي واسلام ومحمد مزبوط. وعلي وحسين مزبوط. اسماء كبيره مظبوط خلي بالك دكه البدلاء ما تقلش اهميه عن الناس اللي بتبتدي المباريات ولو ما عندكش دكه قويه لا انت هتبقى فريق قوي مم. ما تقدرش تستمر في بطولات مم. ودي ميزه النادي الاهلي والفرق الكبيره في العالم عامه طيب. يعني هو في فريق بقى ناقص 14 لاعب ويكسب مظبوط مونتري مش بتكسب مثلا لو انت عندك لعيبه أه... قليله ما كنتش تعرف ت... 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 يعني تحط نفسك في الوضع ده مم. بيحصل انه في لحظه يعني ربنا يحفظهم كلهم في لحظه في الإحماء مش عمرو سليفه في الإحماء في مباراه اسمه اتصاب ونزل يعني يعني وارد اكرم توفيق في, الامم الافريقيه عنهم يعني جميعا اكرم توفيق أه؟ اكرم توفيق في الامم الافريقيه كنا كلنا متخيلين يعني بطوله بالنسبه له هتبقى هيكسب اول أو خمس دقائق ده... ربنا يشفيه في فلازم يكون عندك بدلاء جيدين لانك صحيح انت بتعول في اساسيين ده طبيعي في اي فرقه في اساسيين وفي فروق وفي كل حاجه ولكن انت عايز تستمر في المباراه بنفس القوه وبنفس الحاله في المباراه لا في البطوله بقى بشكل عام في البطوله طبعا أوكي. بشكل عام واقصد كمان في المباراه في المباراه كمان ساعات ده ساعات في مديرين فنيين ممكن يحط حد افضل على دكه البدلاء عشان يستعمله بعد كده الشوط الثاني او او ساعات احيانا والله. لا مش اه اه مش بقول في ال11 يعني مش بقول في بقول في 11 ممكن واحد يفكر في اوقات انه ابدا بفلان لانه مش هيضيف لي كتير لو 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 لو, لو, لو نزل آه. لكن ممكن لو اه اه لو نزل فلاعبه اشوفه في الاول ايوه أوكي. على اساس انه لو ما قداش قوي ابقى عارف ان في بديل هينزل انا بقولك طبعا وجهة الاساس نظر. الاساس طبعا انك بتلعب احسن افضل ناس في الفتره دي اللي هم الحاله احسن حاله ليهم ده طبيعي وبالذات مع الفرق القويه اللي هي هتبقى في مستواك زي الهلال الهلال زي بالميراس زي لو كنت لعبت تشيلسي، ما تقدرش تقعد بقى لكن احيانا في ماتشات ممكن تبقى اقل ممكن حتى في الماتشات الكبيره دي ممكن لا. تريح واحد او اثنين على اساس انك تدفع يعني يعملوا لك دفعه ثانيه موجه ثانيه لما لما تكون انت يعني محتاجهم فالبدلاء مهمين جدا 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 سواء في اثناء اللقاء نفسه اثناء البطوله نفسها وده طبيعي لو ما عندكش بدلاء جيدين ما تقدرش تكسب بطولات ما تقدرش تعمل ما تقدرش كده ما تكسب بطولات طيب برضو من وجهه نظرك كيف يفكر موسيماني في هذه المباراه خصوصا دلوقتي اعتقد ان هو هو قاعد لما يجي له خبر ان عدم وجود جمهور في المباراه هيفرق عن وجود جمهور كيف يفكر ما هي دي النقطه اللي انا بقول عليها الجمهور ممكن ما يخلوش يضغط من الاول، فانت حضرتك عايزه يضغط من الاول فبالتالي انا ما فيش جمهور اضغط من مثلا ايوه يعني. آه. شوف انت انت جاوبت عليها اهو لما هيكون في جمهور ممكن الجمهور يدي حماس للفرقه الثانيه انها بتبقى عندها اللي هي الايه الدفعه بتاعه المكان بتاعه اللي هو بيته؟, بيته او ارضه يعني اه مع دفعه الجمهور بتلاقيه متحمس قوي عدم وجود الجمهور ممكن يخليه يفكر انه ليه ما اضغطش من قدام من الاول واربك الناس فدي بالعكس دي في صالحنا وانا متخيل أنه ممكن يفكر نفس التفكير اللي فكره في ماتش الهلال السعودي أوه انه يضغط من الاول يعني بعيدا عن اختلاف الاجواء بعيدا عن ان الجو هناك حر رطوبه الكلام ده كله بص يا اسلام انت دلوقتي كمان مع موضوع موضوع الخمس تغييرات ده ادى للمديرين الفنيين نفس كبير قوي انت بتغير نص الفرقة يعني انت بتغير يعني عندك قدرة حتى لو اه عندك قدرة تغير خمس لاعبين في الملعب فدفعة تانية غير ما بتغير كنت ثلاثة وقبل كده كنا اتنين بس تغييرات ويقال انه في الخمسينات وال والكلام ده كان ما فيش تغيير خالص يعني بيلعبوا اه اسمع كده في الخمسينات دي آه جديد لا لا ما كانش في تغيير خالص يعني ممكن واحد يعور وبعد كده بقت اثنين وبعدين ثلاثة يكملوا كده، م. وبعدين اتنين وبعدين ثلاثة وبعدين دلوقتي خمسة، خمسة كتير جدا، ف... ف... فما عندكش مشكلة انك تضغط من الأول. م. إنك حتى لو حد تعب وبعدين زي ما قلنا أنت مش هتضغط من الأول يبقى طول المباراة هتفضل تضغط دخلط تضغط لا, لا. طبعا اه بتروح وتيجي اه اه لكن أنت عندك قدرات أصل أنت عارف أنت لو فرقة آه هقول لك مثلا لما نيجي مثلا لاعب تشيلسي مثلا أو بايرن ميونخ لما لعبنا ما اقدرش اقولك اضغط من من دقش. الامام صعب صعب م. جدا ان امكانيات مختلفه مستويات مختلفه خالص يعني هم متعودين على كده تفرقش معاهم فبالعكس ممكن هم يستغلوا انك انت بتضغط من قدام قوي لازم دقش. تقفل زك. لكن لما بتلعب مستويات يعني انت اقوى منها ممكن جدا انك تضغط من الامام وما يعني أوه. طيب عموما كل التوفيق يا رب للنادي الاهلي في هذه المباراه خلينا ناخد حضرتك لنقاط اخرى اخرى خاصه ب مثلا وجهة النظر او بعض القرارات اللي تم اتخاذها في اتحاد كره القدم المصري مثلا زي توجيه الشكر للكابتن شوقي غريب ايه رايك في هذا القرار بص هو كابتن شوقي غريب ما فيش شك مدرب كبير وجهازه محترم ولكن هي موضوع التعاقد معاه بسرعه كده قبل الاولمبيات الجديده و الناس ما كانتش راضيه على الموضوع وحصل هجوم كتير جدا سواء من الجماهير العاديه أيوة. او حتى الرياضيين او حتى مش تقليلا خالص من الكابتن شوقي ولا الجهاز لانه عملوا شغل كويس فترات كتيره واخد الامم واخد بطوله عمل شغل هي. اه طبعا واخد بطوله افريقيا هنا لا حتى في ولا حتى في وحتى في ادى بشكل معقول ولكن واخد البطوله هنا فهي يمكن انا ما عارفش بقى الكواليس ايه لكن ما كانش فيه رضا تحس كان في قلق شويه في الموضوع لكن هي الفكره كانت مستبعده شويه بعد ما هو تعاقد واشتغل وبتاع ان هو هي هي مفاجاه هي جت يعني المره زي ما قلت لك كان في مش عدم ارتياح كان في يعني الناس بتقول ليه ما حدش تاني مثلا ياخد فرصه او كده آه. قبل التعاقد معاه بس هي الغريبه أنه بعد ما تعاقد والامور مشيت ما انا عن نفسي ما كنتش فاكر أنه ممكن هيمشي يعني م. او يكمل. هم طبعا قرار بقى الاتحاد خده يكمل يعني كنت كنت متوقع انه يكمل فقرار الاتحاد خده نتمنى له هو التوفيق في اي مجال يعني اه الفتره الجايه لان هو مدرب كبير طبعا وجهازه كله واتمنى التوفيق للناس اللي هتيجي مكانه يعني كيف يستعد كارلوس كيروش لمباراه السنغال اه هي يعني دي هو طالب مباراه وديه آه, اه اه بعيدا عن المباراه الوديه يعني يعني حتى لو ما عملش مباراه وديه هي الفكره كلها ازاي هنا يكسب اي مكسب بس ما يجيش فيه جون يعني دي لازم المكسب 1-0 ان شاء الله 1-0 اه اه المهم اكسب بس ما هي أصلية هو الخوف في ماتش السنغال ايه؟ مش الخوف انك انت آه انك انت آه اصدمتش ماتش خلي بالك مفيش شك ان السنغال هي رقم واحد في افريقيا دلوقتي مع الجزائر بس سيبك ان الجزائر آه لا بس عندهم تيم رائع ما آه انا بقول لك السنغال مع أوه. الجزائر عندهم تيم رائع ظروفهم في الامم الافريقيه آه غريبه جدا طبعا. يعني مش متوقعه لاي حد فالسنغال فريق كبير وكل خطوطه مميزه يعني عارف انت في منتخبات تحس فيها خطوط واقعه السنغال من اول حراسه المرمى مندي لغايه طبعا ساديو ماني واسماعيل صار قدام لغايه نص ملعبهم الباكين عندهم باك ليفت ده اسمه سيس ده حاجه اكتر من رائعه جامد اكتر من رائعه لا دفاع ولا يعني دفاع وهجوم واوفرات وصحه وهايل يعني نص ملعب طبعا ادريس وشيخ كياتيه و... عندهم مج... يعني فريق متكامل. أوكي. فخلي بالك النتيجه هتبقى ضيقه. انت برضه منتخب كبير والدليل على كده انت وصلت نهائي امم افريقيا وعندك نجوم كبار مش هنذكر طبعا على راسهم صلاح ابو جبل والشناوي كل بقى الباقي كله انا مش عايز اذكر حد يعني مش عايز انسى حد لكن انت برضه منتخب كبير. فالنتيجه هتبقى قريبه. <applause> النتيجة في الصعود مش هتبقى بعيدة. ف... فالماتش الأولاني عندك. الماتش الثاني في ملعبه هيبقى أصعب، مفيش شك في كده، هيبقى أصعب، هيبقى فيه جماهير و... هيبقى أصعب. فأنت هنا رقم واحد لازم تكسب. لازم تكسب و... و... وتحاول على قد ما تقدر ما يجيش فيه الجول. <applause> يعني ما يبقاش 2-1، يبقى 1-0، واحد يبقى حاجة <applause> آه... يعني هو في, في سامع أنا في ال... في الامم في الأبطال الدوري الاوروبي لغوا الهدف خارج دي ما اعرفش الاتحاد الافريقي في كاس العالم هيعملها يعني بقى ولا لا, لأ. لكن احنا لو حسبناها باللي هي الهدف الخارج بهدفين فالافضل انك انت ما يجيش فيك هدف تكسب يعني واحد. حتى الان لسه موجوده لسه موجود, لسه موجود. الهدف بهدفين الهدف لسه موجود اه موجود طيب يبقى انت لازم نمره واحد تكسب تكسب واحد صفر طبعا لو اتنين صفر يبقى افضل ثلاثه صفر يبقى احلى بس يعني انا بتكلم على المنطق هالماتش هتلاقيه واحد صفر واحد واحد اتنين واحد يعني ان المستويات متقاربه جدا فمستر كروش في البطوله اللي فاتت بعد ماتش من اول ماتش ساحل العاج لغايه الاخر ادى بشكل كويس وبالذات في الناحيه الدفاعيه وبالذات في الناحيه الدفاعيه كنا مميزين جدا الوصول لمرمنا ما كانش بسهوله، الـ 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 سواء حراسه المرمى الشناوي ابو جبل والدفاع ونص الملعب والفرقه يعني عامه كانت بتدافع كويس جدا، ولكن الناحيه الهجوميه كان فيها قصور شويه. يعني تحس ان كان اعتمادنا بنسبه 80% على محمد صلاح. هم. يعني الكرة بتتلعب له عشان يعدي من اربعه خمسه مش كل مره، يعني حتى احنا شفنا في ماتش الكاميرون والسنغال الامور كانت صعبه علي جد. عليه جدا. بيتكتلوا عليه تلاقي ديفندر وسط ملعب مدافع مع قلب دفاع مع الباك مع تلاقي ثلاثه اربعه كل مره عليه مش هيقدر كل مره يعدي فدي كانت فيها قصور اللي هي كيفيه استغلال محمد صلاح و... من خلال وكيفية... عدم مم. وكيفيه استغلال التانيين كمان ما استغلال محمد صلاح ان ثلاثه اربعه بيروحوا عليه وبيسبوك انت ايوه ف... فهي الفكره ان لازم يبقى في بدايل سواء بقى نص ملعبنا يزود اكتر من كده لانه مع احترام النص ملعبنا كان كان مايل قوي للدفاع ما أيوه كانوش لهم قوه هجوميه كتيرة أيوه يعني صح يعني سواء مثلا النني حمدي السلية او حتى اللي بيلعبوا كلهم يمكن كانت بتزيد شويه الحته دي لما ينزل زيزو و... وتريزيجيه و... ويلعب بصلاح لجوه و... ومثلا محمد معاه مصطفى محمد او مرموش من تحتهم كانت بتزيد الناحيه دي لكن لما كنا بنلعب بثلاثه كانت بتبقى صعبه مهمه جي... مه... آه. بيدافعوا كويس بس في الناحيه الهجوميه كانت قليله شويه فلازم يبقى في تنويع في مصادر الهجوم غير صلاح يعني لازم يبقى من الناحيه الثانيه مموشي. أتمنى ان شاء الله مرموش يبقى افضل من الحاله اللي كان فيها في افريقيا. اتمنى رمضان صبح ياخد فرصه اكتر من كده، طبعا تريزيجيه ربنا يوفقه. أه يعني لازم مصادر الهجوم التنويع ما يبقاش كل الموضوع متركز على صلاة اخيرا يا كابتن اسامه، هل من الممكن ان نرى وجوه جديده في المنتخب خلال الفتره القادمه؟ هتبقى في حدود ضيقه جدا. والله ممكن طبعا يعني ممكن ممكن، بس مش هتبقى تتعدى واحد او اثنين، لانه خلي بالك لما انا مدير فني بوصل لنهاية امم افريقيا بالحاله اللي وصل فيها اللعبة دي وخلاص سستمت نفسي على الناس اللي موجوده وكده رؤيتي لحد تاني في الفتره الجايه ممكن بعد ممكن بعد ماتشين السنغال لكن ناقص شهر لا يعني مثلا في كلام ممكن على احمد عبد القادر تحديدا ما انا قلت لك ممكن هو وبشدة مع فريقه وبالتالي لو فضل ماشي بهذا الشكل وبهذا المستوى اللي أحمد يمنع احمد عبد القادر أه نجدي قفشه لو رجع لمستواه اه, آه حامد زي ما قلنا قبل كده آه آه. آه احمد عبد القادر لولا انه في النادي الاهلي الفتره الاخيره قبل الامم الافريقيه اعتقد مستر كروش ما شافوش كويس كان بيقعد احتياطي كتير قوي آه. ما كانش بيلعب باستمرار يعني يمكن هو لو كان في سموحه زي ما حصل مع مروان حمدي صح وزي ما حصل مع لعيبه تانية عشان كانت بتلعب مروان داوود الباك ليفت بتاع أمبي كانوا بيلعبوا في انديتهم هو صح كان قاعد هنا فتره ما, ما شافوش لكن لو احمد عبد القادر لعب على طول وممكن جدا طبعا ينضم بس انا اللي انا اقصده ان الامور هتبقى في حدود ضيقه هو خلاص وصل واحد اثنين ثلاثة يعني آه, آه, اه مم. هو وصل لخمسة وتسعين اذا ما كانش اكتر في المية من اللي هو خلاص عايزه، يعني عايز هتبقى حاجة يعني بسيطة, بسيطة يعني جدا. اه يعني اعتقد التغيير هيبقى بسيط يا رب كل التوفيق لمنتخبنا الوطني خلال الفترة اللي, اللي, اللي جاية وان شاء الله ربنا يكرمنا في مباراة انت متفائل يوم الجمعة ان شاء الله يا كابتن اه ان شاء الله الاهلي والهلال اه اه المفروض ان شاء الله يعني يعني احنا بنتكلم على حسابات الو الورق قبل المباراة طبعا احداث اللقاء مختلف. ويوم المباراة والحالة الفنية وال م. والذهنيه وكل حاجه للعيبه اثناء المباراه دي ليها تقدير تاني ولكن قبل اللقاء طبعا انت افضل انت لعبتك دوليه كتير جدا سواء اللي كانوا في الامم الافريقيه او حتى الناس اللي ما راحتش ما لسه كسبان الهلال السعودي اللي هو اقوى من الهلال السعودي ثالث عالم يعني انت بطولتين أفريقية ورا بعض انت خبراتك وفرقتك اقوى سواء فردين او جماعيا ولكن كره القدم طالما اه يعني طالما الموضوع لسه ما في, في 90 دقيقه في الملعب آه هي دي هي دي الاهم لحظه المباراه او م. وقت المباراه م. يعني عشان كده آه تجهيز اللاعبين اللي هو وقت المباراه ده اهم حاجه في الموضوع انا بشكرك شكرا جزيلا انا آه كابتن آه أسامة على وجودك معانا النهارده بنستفيد جدا بوجودك معانا الاراء الفنيه اللي حضرتك بتقولها. الله يخليك يا سلام شكر جدا معاك واهلا وسهلا بسلامة المشاهدين. الاهلي بيوقع شراكه استراتيجيه مع فاليو خلينا نطلع نشوف هذا التقرير ونرجع نكمل بقى مع حضراتكم او نطلع فاصل بعد التقرير وبعد الفاصل احمد ثابت ومحمد جمال على الشاشه هنتكلم فنيا اكتر على مباراه الاهلي والهلال يوم الجمعه القادم نطلع نشوف هذا التقرير وهذه الشراكه الاستراتيجيه ما بين النادي الاهلي وشركه فاليو بعد كده فاصل وبعد الفاصل احمد ثابت ومحمد جمال انا النهارده برحب الاستاذ وليد حسونه والساده شركه فاليو الشريك الشريك الاستراتيجي للنادي الاهلي برحب بكل الاخوه الاعلاميين والصحفيين لكن قبل ما اتكلم على الفكره اللي احنا عايشينها النهارده مع بعض عاوز الاول احكي لحضراتكم ازاي بدات الفكره دي الفكرة دي بدأت النادي الأهلي بيفكر إزاي يكون عنده موارد النادي الأهلي بيفكر إزاي يسهل على المحبين للنادي الأهلي يكونوا موجودين ومشتركين عشان كده قبل الانتخابات اللي فاتت اللي إحنا فيها دي أو بالمجلس الإدارة ده قبليها جالي أحد أعضاء مجلس الدار الأستاذ محمد الضباطي وقال لي يا كابتن أنا عندي فكرة كويسة جدا إن إحنا إزاي نمول عضويات النادي ونمول كمان اي مدفوعات ممكن تكون موجوده داخل البيت. قلت بص يا محمد احنا ما عندناش وقت قبل مجلس الاداره ده ان احنا يعني ناخد خطوه في هذا الموضوع خليها لمجلس الاداره الجاي، لو احنا موجودين هنكمل الموضوع، لو احنا مش موجودين هندي الفكره لمجلس اداره جديد يتابع الموضوع ويكمل. النادي الاهلي دايما بيسلم بعض. عشان كده ده ابتدت الفكره بهذا الشكل اول قرارات مجلس إدارة جديد ان احنا عملنا لجنه تنميه الموارد اللي فيها الاستاذ محمد الغزاوي الاستاذ محمد الضماطي الاستاذ محمد الجرحي وبنت النادي لميا مختار هم الاربعه ولميا عندها خبره كبيره جدا في الاستثمار الاربعه هدفهم او اللجنه دي هدفها ازاي يعني يكون ليها دايما افكار آه لموارد مبتكره نستطيع استغلالها عشان نسهل على لما يكون عندنا ماليات مبتكره بنحاول نسهل لأعضائنا في كل الأمور الأخرى يعني. فأنا النهارده بشكرهم لأنهم الحقيقه قاموا برضه بدور كبير بعد كده محمد الضماطي قدم <applause> قدم الموضوع وابتدوا بقى يقولوا خدوا الخطوات كلهم مع بعض وقعدوا خدوا خطوات عشان نوصل للمرحله اللي احنا فيها النهارده ويكون معانا شريك استراتيجي لتسهيل دفع العضويه او تسهيل دفع بعض الامور او بعض الامور الماليه الاخرى داخل النادي يتمتع بها اعضاء النادي او لمحبي النادي الاهلي. احنا كنا لازم الحقيقه نتحرك في تسويق العضويه عشان كده برضو الرحله الاخيره دي كان فيها اكثر من استفاده غير انها بطوله عالميه كاس العالم الأندية حاولنا نستغل الفتره دي في ان احنا يعني يكون هناك جذب لأعضاء جدد للنادي الأهلي من الجاليه المصريه أو من الإخوة اخواتنا العرب اللي موجودين اللي يحبوا ينضموا للنادي الأهلي. عشان كده طلع معانا تيم من لجنة العضوية والتسويق والاشتراكات مع الإدارة التنفيذية الدكتور سعد سالب اللي بيتابع كل الأمور الأخرى اللي خاصة بأي قرار لمجلس الإدارة يبقى متابعة المدير التنفيذي والحقيقة سافروا معانا وكان معاهم عضو مجلس إدارة الاستاذ طارق قنديل وكان ليهم دور واضح بيروحوا يقعدوا من الساعه 10 الصبح لغايه الساعه 11 ولا 1 صباحا ثاني يوم علشان يستقبلوا الناس. الحمد لله تم حوالي يمكن 45 عضويه او 44 عضويه وده الكلام ده على هامش البطوله فدولت شركات جدد بس الفكره جيده جدا بالنسبه لنا وهنفعلها بقى لان احنا جالنا اتصالات كثيره جدا من الدول العربيه فاحنا الفتره اللي جايه هنرتب مع مجلس الإدارة هنرتب ازاي نطلع لاكثر بلد عربي عشان نكون قريبين من اخواتنا العرب في نفس الوقت قريبين من الجاليه المصريه الموجوده واللي يحبوا فيهم منهم هنا او هنا يشترك في ادويه النادي الاهلي فهنرتب ده في بعض البلاد العربيه الفتره القادمه ان شاء الله أنا يعني في الحقيقه خليني أهني النادي الأهلي وأهني مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود وأهني أيضا شركة فاليو ومجلس إدارتها بالحقيقة بهذه الشراكة الجديدة ودي شراكة نوعية لأول مرة تحدث في السوق المصري ويمكن في المنطقة العربية وفي الشرق الأوسط هي شراكة ما بين خدمتين مختلفتين النادي الأهلي عنده أحد خدماته الرئيسية زي ما ذكر كابتن محمود أن هو تقسيط خدمات العضوية والشركة أيضا هي شركة مالية بتقدم خدمات التقسيط لهذه العضوية في الحقيقة احنا كان عندنا رغبة في النادي الاهلي ان احنا نمكن كل المجتمع المصري من مشاركته وتحقيق حلمه في ان هو يبقى احد اعضاء اسره الاهلي الكبيره في الفروع الاربعه بتوع النادي الاهلي المقر الرئيسي في الجزيره او مدينه نصر او الشيخ زايد وان شاء الله قريبا التجمع الخامس في الحقيقه واحنا عارفين ان في عدد كبير كان عنده الطموحات الكبيره دي ان هو يبقى اسره جوه الاسره بتاعه النادي الاهلي لكن النهارده نتيجه لان القيم الماليه النهارده احنا عايزين نبص الامور اكتر فكان معانا شريك النهارده ودي شراكه نوعيه وده نوع جديد من الشراكه احنا بنقدمه لاول مره وده دايما عهد النادي الاهلي في الحقيقه من خلال لجنته الموقره لجنه, لجنة تنميه الموارد في النادي الاهلي برئاسه الاستاذ محمد الغزاوي وعضويه كل من الزميل الفاضل محمد الجارحي زميل الفاضل محمد ضماطي وايضا الاستاذه لميا مختار في الحقيقه وهم كانوا زي ما ذكر كابتن محمود الاستاذ محمد ضماطي كان صاحب الفكره ثم تبنتها اللجنه وطورتها في الحقيقه لن لمرحله التعاقد النهارده دي حضرتك بتحقق التوجهات الاستراتيجيه للنادي الاهلي يمكن المجلس الموقر الحالي في الدوره دي اثناء الانتخابات زي ما ذكر كابتن محمود ان احنا هيبقى عندنا رؤيه جديده لمهام السيد امين الصندوق المهندس خالد مرتجي اللي احتضن مع اللجنه The cat sat on the الفكرة في الحقيقة و السادة أعضاء المجلس إن هم يبحثوا عن مصادر تمويل جديدة للنادي الأهلي تضمن ريادة النادي الأهلي تضمن النادي الأهلي يكون في المقدمة يواجه التحديات التمويلية الكبيرة يواجه الطفرة الإنشائية اللي بتحصل في النادي الأهلي اللي زي ما ذكر كابتن محمود دي كلفت ميزانية النادي خلال الأربع سنين الماضية وأيضا المشروعات التطويرية اللي جاية في الفترة الحالية أكثر من مليار و مليون جنيه وده أعتقد النهارده بيخلينا عندنا دوافع جديدة وعندنا افكار جديده خارج الاطار التفكير التقليدي ودايما الاهلي في الرياده بافكاره ورؤيته وعقوده الجديده اللي النهارده مع شريكنا الاستراتيجي شركه فاليو. بدايه النجاحات وهي ازاي تقدر تنمي الموارد ويمكن دي الفكره دي كان عرضها محمد الضماطي زي ما الكابتن خطيب قال ولاقت استحسان جدا مننا وعملنا يمكن ورشه عمل لمده شهر. قدرنا نوصل لان احنا نقدر نعمل بروتوكول تعاون ما بيننا بينهم يبقى شركه فاليو هي الشريك الاستراتيجي دي بتضرب عصفورين بحجر نمره واحد انك انت بتنمي مواردك لانك انت العضويات بتاعتك هتزيد وفي نفس الوقت بتسهل على سواء اعضاء النادي الاهلي او محبين النادي الاهلي اللي عايزين يرغبوا في الاشتراك ان هم تقدر تسهل لهم التقسيط لغايه عشر سنين ودي مش موجوده في حته بالذات كمان في فاليو انك انت تاخد منهم قرض مش محتاجه اكتر من 20 دقيقه انك انت تاخد قرض من بنك بتاخد لك يمكن شهر ولا شهر ونص لغايه اما تقدر يجي لك الموافقه والمخاطر والائتمان فما في شك ان دي هتسرع الاجراءات ان هم ياخدوا قرض وفي نفس الوقت هتنمي الموارد وتسهل على محبين النادي واعضاء النادي انهم يقدروا يعملوا حاجه بالتقسيط المريح يمكن من اول الانتخابات وزي ما قال الكابتن الخطيب يمكن لجنه تنميه الموارد عندها هدف رئيسي ان انت تنمي الموارد ويمكن العضويه هي اكبر مصدر لموارد النادي الاهلي فاحنا اشتغلنا عليها سواء احنا بنفكر في توسعات في الفروع او ان انت تنمي العضويه في الفروع الحاليه وفي نفس الوقت انت بتفكر في جمهور النادي الاهلي ومحبينه وكل اللي مهتم ان هو يكون جزء من كيان النادي الاهلي النهارده انت بتقول بتدي لهم تسهيلات بتقول لهم لا ده في 20% مقدم بس لا ده انت ممكن تقسط من اول ست شهور لحد 10 سنين زي ما انت ظروفك تسمح فانت بتقدم تسهيلات لكل الراغبين اللي هو اي حد عايز ابنه يبقى جوه النادي الاهلي اي حد عايز يبقى بطل من ابطال النادي الاهلي بتقول له تعالى النادي الاهلي فتح دراعه ليك بتسهيلات كبيره مع شركه كبيره زي شركه فاليو شركه احدى شركات شركه هيرمس وكان كبير والنادي الاهلي كان كبير ما بيشاركش غير كانت كبيرة احنا اهم حاجة في اي عقود شراكة بنعملها ان احنا بقى واثقين ان العقود اللي هنعملها دي هنعملها مع جهات تمتلك ادارة محترفة والحقيقة احنا يعني مش بس مصر كلها بتتكلم ان النادي الاهلي هو قلعة رياضية وقلعة ادارية لكن الحقيقة التجربة اثبتت بالدليل القاطع ان النادي الاهلي هو فعلا قلعة من قلاع الادارة في مصر طبعا برئاسة الكابتن محمود الخطيب ولكن كمان الشباب اللي اشتغلنا معاهم سواء كانوا من اعضاء مجلس اداره الشباب او من اللجان العضويه الحقيقه كانوا مبهرين في طرق التنفيذ سرعه اتخاذ القرار الكلام ده في الكلام ده فاحنا شايفين ان اهم حاجه في هذه العلاقه ان احنا شايفين ان احنا نعمل علاقه مستمره لمده طويله طالما ان الاهداف متلاقيه بالشكل الموجود حاليا انا استوقفني حقيقة حاجه كتير قوي في كلمه الكاتب الخطيب وهو رمز من رموز مصر الرياضيه والاداريه الحقيقه واهمهم الجمله دي يعني ان انا ده مش برنامج انتخابي ده حاجة لصالح النادي الأهلي فسواء كان موجود او اخرين موجودين هو كان على اتم الاستعداد ان هو يسلمه للاداره اللي هتلحق بعد كده وده نفس اللي احنا متعودين عليه في مجموعه ملايين هرمس يعني انا لو النهارده انا مش موجود انا واثق ان التيم اللي موجود هيقدر يكمل ويفضل على هذا الكلام ما حدش عندنا بينسف ما حصل اللي حصل قبليه عشان ينسب الفضل لنفسه فزي ما حضرتك شفت يعني هو نسب الفضل لل للاداره التنفيذيه ومجلس الاداره وانا زي ما حضرتك شفت برضه بقول فعليا ان انا علاقتي بالموضوع كانت اجتماعين ولكن التيم بتاعنا هو اللي قدر ان هو ياخد الموضوع من الالف الى الياء ويقدر يقفله عشان كده احنا الشراكات مهمه قوي بالنسبه لنا واحنا مش اول مره نعمل رعايه رياضيه او نعمل مش رعايه شراكه رياضيه احنا زي ما قلت برده احنا عملنا مشاركه كبيره جدا مع هنا جوده كنا احنا اول اول حد يساعد هنا ويبقى اول 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 علامه مصريه على التيشيرت بتاعتنا. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين خلوني ارحب بضيوفي في هذه الفقره احمد ثابت ومحمد جمال زي ما قلت لحضراتكم هنتكلم اكتر عن النواحي الفنيه الخاصه بهذه المباراه يا ابو حميد الحمد لله كله طيب. كويس الحمد لله ازيك يا جماعه كابتن اسلام كله كويس الحمد لله الحمد لله, لله. عاملين ايه زي الفل خلاص كده كفايه خلاص سبعة 12 احنا لسه كنا بنتكلم في النقطه دي 7 12 فهنقفل بقى خلاص مش رحبنا بيكم اه لا تمام يلا بينا ايه الاخبار كله كويس تمام الحمد لله مباراه صعبه مباراه مهمه اعتقد غياب الجمهور هيفرق كتير لصالح النادي الاهلي كابتن اسامه قال لي بالعكس ان هو هيبقى لصالح النادي الاهلي وليس او لصالح ان الهلال هيبقى كان هيبقى متوتر اكتر لو في جمهور وكذا 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 كابتن اسامه شايف ان كان هيبقى لصالح الهلال اكتر هي بالنسبه لنا بالنسبه لنا مش فارق ممكن بكره يعلنوا في لسه اجتماع طارئ بكره الساعه 10 الصبح يعني ليس. على صفحتهم اه فبالنسبه لنا بالنسبه لنا آه. مش فارقه سواء في بحضور جمهور او مش بحضور احنا مركزين في المباراه بصفه عامه يعني م. طبعا مباراه انت انا بقى دايما من المباريات اللي بتبقى بعد انجاز دي بتبقى صعبه شويه يعني بعد ما خدنا السوبر الافريقي قدام نهضه بركان اتعادلنا مع فيوتشر <applause> النهارده برضو انت ازاي تخلق دوافع جديده للفرقه النهاردة محقق ميداليه برونزيه فمهم ان الدفع بتاعك تجدد الدوافع النهارده يا جماعه عندنا حاجه مهمه جدا في الجيل ده انت الجيل ده قدامه فرصه تاريخيه ما في تاريخ افريقيا ان هو يحقق ثلاثة دوري ابطال افريقيا ورا بعض النادي الاهلي عملها مرتين نادي التراجي عملها نادي مازيمبي عملها نادي انيمبا عملها مره يعني كل دول عملها مره النادي الاهلي عملها مرتين وانت قدامك فرصه ان هي ما تحصل لاول مره في التاريخ ان فريق ياخد ثلاثه دوري ابطال افريقيا ورا بعض على التوالي فده لازم يكون الدافع الحاجه الثانيه ان انت راجع من ميداليه برونزيه فلازم يكون في تجديد الدوافع والحاجه الثالثه من وجهه نظري ان النادي الاهلي في دوري ابطال افريقيا ما كسبش فريق في السودان على ملعبه في الاراضي السودانيه فدي لازم برضو تحسب للجهاز الفني وللعيبه كل الدوافع دي لازم تكون في بالهم ان انا ان شاء الله لازم اروح هناك على المكسب اجدد الدوافع بتاعتي يكون عندي دوافع جديده بحيث ان شاء الله برضو مكسب زي ده فرقه فرقه الهلال السوداني على ملعبها تفرق كتير جدا جمال يعني خليني اقول انه مباراه الهلال السوداني بالنسبه للنادي الاهلي هي اصعب مباراه الهلال السعودي مش بس فنيه لاسباب كتير جدا جدا منها رقم واحد الهلال السوداني اصعب من الهلال طبعا طبعا آه 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 انت جاي من انجاز ده رقم واحد رقم اثنين اي لاعب بيوصل للبيك او اقصى مراحل تركيزه الفني والنفسي والذهني وبعديها لازم بيحصل له ديكلاين القصه كلها يحصل له ديكلاين او انخفاض قد ايه هو ده هو ده شغل بيتسو واحسن النادي الاهلي انه اغلق على الفرقه تماما منع الاحاديث الاعلاميه خلال الايام ما بين التتويج بين يوم ما بين التتويج الشرق. في نفس الليله الى اليوم الى لحد المباراه وبعدها لكل مقام مقال ده كان مهم جدا جدا عشان احافظ على تركيز اللاعبين عشان حتى الانخفاض ده ما يكونش كبير ده رقم واحد رقم اتنين فرقه الهلال السوداني ليس كما يصورها البعض احنا هنتكلم على ده تفصيلية لكن ليس كما يصور البعض أنها فريق ضعيف فريق جيد يحترم اعتقد النادي الاهلي مدي للمباراه حجمها وقدرها عمل مباراه جيده كمان امام سان جدا جدا لما نتكلم على الارقام الارقام مرعبه وانا اه بلعب سان داونز على ارضه اه في بريتوريا مباراة كبيرة جدا من فريق الهلال السوداني لما يعمل مباراة بالحجم ده امام سان داونز على ارضه لما اتكلم على 14 ركنيه و12 تصويبه آه yeah. آه للهلال السوداني غلطه وحيده في الدقيقه 8 بيدفع ثمنها الثلاث نقط بتوع المباراه لكن الهلال عمل مباراه جيده جدا جدا لما نتكلم فنيا هنربط ده آه ليه هم كانوا جيدين في مباراه سان داونز هي فريق يحترم فريق جيد على الصعيد الفني عندهم مشاكل طبعا كتير لكن فريق على الصعيد الفني الهلال دي. بادئ لسه بيبني يعني. حلو جدا هنتكلم عن هذا الامر ولكن خلونا نطلع فصل اخير وبعد الفاصل نقف على الشاشه عشان تقولوا لنا برضو بقى الكلام ده ويتم تطبيقه عمليا على الشاشه نطلع فاصل وبعد الفاصل ثابت وجمال هيكونوا مع حضراتكم على الشاشه اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين ثابت ومحمد جمال وقفوا مع حضراتكم على الشاشه عشان يشرحوا اهم نقاط القوه والضعف الموجوده في فريق الهلال السوداني خلينا نبدا مع احمد ثابت كيف ترى هذه المباراه من الناحيه الفنيه بقى على الشاشه طبعا فرقة الهلال السوداني فرقة فاجئتنا بالمستوى اللي قدمته قدام سان داونز بتلعب كرة كويسة كرة هجومية بتطبق الضغط العالي بتستحوذ على المباراة بتلعب دفاع عالي اه عندها بعض المشاكل الدفاعية اللي هنتكلم عليها ولكن طبعا خلينا نبدأ بالتشكيل بتاعهم اه الأقرب هم طبعا بيلعبوا 4 3 3 أو 4 1 4 1 في حراسة المرمى الحارس علي أبو 20 ده في حراسة المرمى الاثنين المساكين محمد قطارة ومحمد سعيد محمد أوتارة طبعا من كوت ديفوار ومحمد سعيد من السودان نيجي للباك رايت صلاح الدين عادل والباك ليفت فارس عبد الله طبعا فارس عبد الله ده هنعمل عليه كده سبوت لأنه هو واحد من الناس اللي هي دايما بيعتمدوا عليهم في الانطلاقات الاماميه وهنشرح دلوقتي بالتفصيل اللعبه اللي بيلعبوا عليها نيجي لي الارتكاز وهو ولي الدين خضر الشهير ببوجبا بيسموه بوجبا في السودان رقم 21 هو اكتر لاعب بيعمل تمريرات طوليه ودايما بيحضروا عليه الهجمه من تحت. نيجي بعد كده للاثنين الارتكاز جيرارد فيري وده لعيب من ملاوي وعبدول اللي هو النيجيري. عبدول هو اللي ناحيه اليمين وجيرارد فيري هو اللي ناحيه الشمال. طبعا زي ما احنا شايفين ده الثلاثي الارتكاز دايما. نيجي بعد كده للثلاثه اللي قدام عندك ابراهيم مصطفى وده مهاجم نيجيري. ناحية اليمين ياسر مزمل وده هيخش مكان محمد عبد الرحمن اللي هو الغربال طبعا موقوف نتيجه الانذارات ناحيه الشمال بيبقى عيد المقدم وده هيخش طبعا كجناحين يمكن هي فكره الهلال السوداني بيعملوا ايه اللعبه اللي بيلعبوا عليها دايما ان هم دايما بيجمعوا اللعب ناحيه اليمين دايما في الحته دي كده يعني الكره بتتجمع ناحيه اليمين كحته منطقه هنا او وبعدين يقوموا عاملين الكرة الطوليه لفارس عبد الله اللي بيكون منطلق ناحيه الشمال عشان يقوم عامل العرضيات. هما اسلوب لعبهم يا كابتن اسلام بيعتمدوا دايما على التمرير الطولي اسلوب اللعب المباشر بيعتمدوا على التمريرات الطوليه الكتير بيعتمدوا على تجميع اللعب زي ما قلت تعالى نتفرج على اسلوبهم في التشكيل. اتفضل اول حاجه زي ما قلت لحضرتك هما بيبداوا بالضغط العالي اول حاجه اول اول حاجه معانا نبص على الضغط بص حضرتك ده صندون اهو بيجي يحضر الهجمه قدامهم كام واحد ضاغط من الهلال عيد المقدم ناحيه اليمين ومحمد عبد الرحمن اللي هيخش مكانه ياسر, ياسر مزمل. مزمل اللي هو الجناح مكان محمد عبد الرحمن لانه موقوف وادي ابراهيم ومصطفى المهاجم النيجيري قدام وادي الثلاثه ناحيه اليمين عبدول اللي هو النيجيري وناحيه الشمال مين جيرالد ووليد الدين هو اللي بيبقى لوحده فهم دايما بيطبقوا الضغط العالي طبعا الضغط العالي ده ما بيبقاش منظم كتير عندهم وبيعمل لهم مشاكل كبيره جدا 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 يعني مشاكل كبيره ان ان انت هنا مطلوب منك كلاعيبه النادي الاهلي السرعه في بناء الهجمه لازم السرعه السرعه مهمه جدا مفتاح الفوز في المباراه دي السرعه في النقل الهجمه من الحاله الدفاعيه للحاله الهجوميه سهل جدا ان انت تضربهم ليه لان هم كلهم بيبقوا متقدمين فبيتبقى لعيب ارتكاز زي ما احنا شايفين برده واحد اتنين 3 4 5 5 ضغطين وورا اللي هو ولي الدين خضر اللي هو بوجبا مغطيهم سهل جدا ان انت تضربهم بتمريره سرعه اهم حاجه السرعه في بناء الهجمه من ورا سهل جدا ان انت تضربهم في المساحات اللي ورا الموجوده من جيرارد فيري ومن عبدو لان الاثنين قدراتهم الدفاعيه مش عاليه وبالتالي بيبقى فيه زي ما احنا شايفين ضغط اهو مجرد بس ان انت لعبت في الكوره في المساحه اللي في ظهرهم اتضربوا فدي يعني ده دي اكبر نقطه ضعف عندهم يعني يا كابتن اسلام هي اه هم بيطبقوا الضغط العالي ولكن بتمثل نقطه ضعف واضحه عندهم جدا وهو بص الضغط بيضغطوا بواحد اتنين ثلاثه اربعه خمسه ادي عدينوا خمس لعيبه فانت مجرد ان انت عملت الكره باتقان من ورا وبسرعه السرعه مهمه جدا في بناء الهجمه من ورا ان هم بيضغطوا ضغط عالي احيانا بيكون سؤالي يا احمد هل هم هيعملوا كده فعلا مع النادي الاهلي؟ اه هم... اعتقد بنسبه كبيره لان هم عملوا كده مع سان داونز في جنوب افريقيا أفريق أفريق أفريق. فبالتاكيد على ملعبهم وهم عايزين يعوضوا فهيطبقوا اكيد الضغط العالي و... وبيبقى في ارتكاز واحد بس يا كابتن اسلام ورا يعني أوه. ارتكاز واحد اللي هو ولي الدين أيوه خمسه خمسه قدام اه وارتكاز واحد بس فانت مجرد ان انت بس طلعت الكوره من تحت بذكاء بسرعه قدرت ان انت يعني تخلص اللعبه يعني هوري حضرتك على حاجه هنقل بس لنقاط الضعف ثانيه واحده هوري حضرتك حاجه في اللعبه دي بص هنا اللي عليه السبوت ده اللي هو مين ولي الدين خضر هنا بيشاور للاثنين الارتكاز ان بيشاور لهم بايده النقطة دي مهمة جدا بيشاور لهم بايده ان سرين واقف فاضي والناحية التانية زواني فاضي اذا في مساحات بص كلهم بيبصوا فين على الكورة والمساحة اللي في ظهرهم اللي هي ما بين الخطوط اه <applause> مهم جدا استغلال المساحات اللي ما بين الخطوط اللي هي اللي ورا الاثنين الارتكاز اللي قدامه ولي الدين خضر اللي هو زي ما احنا شايفين عبدول اصلا تحس أنه هو جناح قدراته الدفاعيه مش عاليه كذلك جيرارد فيري برضه من قدراته الدفاعيه مش عاليه وبالتالي بيبقى فيه مساحات في ظهرهم زي ما احنا شايفين فمجرد ان انت بنيت الهجمه من ورا بسرعه ولعبتها في انصاف المساحات الموجوده في ظهر الاثنين الارتكاز سهل جدا ان انت تضربهم اتفضل خليني اختلف معاك يا احمد في النقطه بتاعه جيرال جونيور جيرالد جونيور رجع لي معلش السكرين اللي فاتت جيرال جونيور اللعيب رقم 37 في وسط الملعب لا ده ولي الدين خضير ده لعيب مركز 6 قدامه جيرال جونيور 37 اللي جوه دايره السنتر جيرال جونيور ده ده لعيب في الاساس من ملاوي لعيب مركز 8 فاللعيب ده قدام النادي الاهلي توقعنا ان هو هينزل تحت يشتغل شويه مع ولي الدين خضير عشان يعمل السيطره في وسط الملعب ليه؟ لان عبد الله اجاجون عبدون اجاجون ده في الاساس بلاي ميكر كان بيلعب في باناثنايكوس بر... ولعب في كيب تاون بيشتغل بلاي ميكر فهو مستحيل ينزل تحت يعني البوزيشننج اللي هو واقف فيه هنا ده بوزيشننج خاطئ ان جيرالد جونيور هو اللي طالع تحت طالع فوق هو اللي بيضغط هنا مع ابراهيم مصطفى اما اللعيب تحت اللي هو عبد ما عندوش اي قدرات دفاعيه فوجوده هنا دايما كان بيعمل الخطا اللي انت قلته يا احمد بتاع ان سيرين واقف في ظهره فاضي فاعتقد ان هم تداركوا ده هو الراجل في المؤتمر الصحفي النهارده جوه متكلم على النقطه دي تحديدا انه مش هيسمح بالاخطاء اللي كانت بتحصل بسبب عدم الارتداد بتاع عبد الاججوم لان هو ما عندوش القدرات دي عبد راجل بلاي ميكر في الاساس انما جيرال جونيور هو لعيب مركز 8 فاعتقد ان هو ممكن ينزل يشتغل تحت شويه هيتحرك ينزل يشتغل مع وليد الدين خضير لعيب مركز سته وهو زي ما انت قلت انه الخط الاول لبناء الهجمه هو, هو حتى وليد الدين خضير. حتى لو بدا حتى لو بدا نرجع دورة الاثنين برضو انت ده اصلا بوجبا ده اصلا كمان ارتكاز هجومي يعني الثلاثه قدرات هجوميه عاليه وبالتالي عندهم مشكله يعتبر في الزون 14 والمساحه الموجوده في انصاف المساحات سواء بدا بعبد الجليل اجاجون او بدا بجيرارد فيري. او بوجبا اللي هم الثلاثه اللي في وسط الملعب صحيح. هو دي, دي كانت طريقه لعبهم في مباراه سان داونز يعني دي 4 3 3 حتى لو بدا ب 4 2 3 1 برده مهم جدا استغلال انصاف المساحات الموجوده ما بين المساك والباك الحته دي يعني هو هنا بيشاور لهم بيقول لهم يا جماعه سيرينو واقف لوحده كذلك يعني مثلا هات الصوره اللي بعدها برده هوريك لعبه زيها بالظبط يعني اللعبه بتتكرر في في مشكله عندهم في المساحه الموجوده اهي بص دي, هنا لعبة هنا دي لعبه دي لعبه الجول دي, دي بالضغط انت مجرد هنا هنا هو غلط الغلطه دي ولي الدين على فكره ولاعيب كويس جدا بس هو غلط الغلطه دي ليه ولي الدين لان هو بيلعب ارتكاز لوحده في وسط الملعب وقدامه اجاجون واللعيب اللي هو من طب بص يا احمد كمان لو عديت اللعيبه اللعيب هتلاقي سان داونز هنا في لعيب قافل قافل زاويه التمرير دي وفي ثلاثه ضغطين على ثلاثه وده ضغط عالي غير طبيعي بس ان هو, هو, رجل هو بضهره يبقى هو اللي واقف بظهره للملعب المفروض يبقى واقف بوشه ونازل قدام طبعًا فهو لما اتضغط عليه الكره اتقطعت ارتدت راحت راح انفراد وبالتالي انت لو ضغطت على لازم مهم جدا عشان كده انا شايف وجهه نظري يعني ان انت في المباراه دي الاهلي محتاج يغير طريقه لعبه يرجع ل 4 2 3 1 وهتكلم ليه الاسباب انت اه بتلعب ب 4 3 3 بطريقه لعبك نجحت في كاس العالم للانديه بس انا وجهه نظري في مباراه زي دي انت محتاج تلعب ب 4 2 3 1 ليه بقى 4 2 3 1؟ انت بتقابل فرقه عندها مشكله واضحه في انصاف المساحات اللي هي ما بين المساك والباك والمساحه الزون 14 فانت محتاج قفشه يرجع لمكانه في المركز 10 مع استغلال عبد القادر انا عايز ادي حريه لعبد القادر يستغل اللي هي المساحه اللي احنا شايفين اهو بص 1 2 3 4 5 6 مين اللي واقف لوحده ولي الدين خضر ضربه بلعبه واحده في انصاف المساحات فانا عايز ادي حريه لمين لطاهر ناحيه اليمين لان طاهر هيبقى مكلف برقابه فارس عبد الله اللي هو الباك ليفت واشتغل في ظهره والناحيه الثانيه احمد عبد القادر فانا عايز واحد زي قفشه يكون شاغل مين ولي الدين خضر لازم يكون في لعيب صنع العاب يشغله بنفس الوقت هتلاقي المساحات دي فاضيه لعبد القادر لكن انت اه ممكن طبعا لو لعبت أربعة 3 3 تتفوق برده بالمهارات الفرديه بتاعتك بس الاسهل بالنسبه لك ايه ان انا اشغل ولي الدين خضر ده زي ما معمول كده بالظبط المهاجم نازل شغله ادي كرة اتلعبت اهي بمنتهى السهوله كمل بص كلهم اتضربوا بلعبه واحده لان هم بيلعبوا دفاع متقدم وضغط على خط واحد صح وواقفين على خط واحد فانت بالتالي لو انت عندك واحد هنا في الحته دي قفشه مع عبد القادر مع طاهر مع محمد شريف قدام حولتها ل 4 2 3 1 وهقول ليه برضو؟ اعتقد ان انت هتستغل المساحات دي بمنتهى السهوله لان انا عايز لعيب يشغل ولي الدين خضر بس بيتسو مثبت مثبت الطريقه ال 3 4 3 او ال 4 3 3 وبيغيرها بلعيب واحد اللي هو حمدي فتحي البوزيشننج بتاع حمدي فتحي هو اللي بيحدد لك انا بشتغل في المباراه دي 4 3 3 زي ما فاجئ الهلال السعودي وطلع حمدي يلعب تحت ديانج وعمرو السوليه ولا هيشتغل بحمدي فتحي تحت يلعب فلات اظن المباراه مش محتاجه متفق معاك تماما ان هو يلعب بثلاثه لكن اعتقد انه هيشتغل باربعه ثلاثه ثلاثه اكتر في نقطه كمان في الخط الدفاع والمشاكل اللي موجوده عند عند الهلال انه صلاح الدين صلاح الدين عادل اللعيب البكراي هو في الاساس سي دي ام لعيب مركز سته من من وقت غياب صامويل مرغاني اللعيب الظهير الايمن الاساسي بتاع الهلال السوداني ما لقوش حل ان هم يلعبوا غير صلاح الدين عادي، فالراجل ده دايما نفس الصوره اللي انت كنت جايبها انه بيشتغل في وسط الملعب، بيطلع يقف في وسط الملعب وبيقفل، لا هو منه بيطلع يعمل الزياده الهجوميه لإنه هو مش لعيب لاين، ولا بيرجع يقفل الظهير الايمن ويشتغل فدايما في سبيس وراه، فاظن انه الجنب اليمين للهلال الجنب الشمال بتاعنا اللي فيه علي معلول واحمد عبد القادر هيقدر انه يشتغل على الجبهه دي بشكل مميز جدا جدا لانه لا عبد الله جون بيرجع ولا حتى عيد مجد من اللعيب اللي بيلعب ناحيه اليمين اللي موجود في الاساس ياسر مزمل اللي هيلعب في الغالب مكان محمد عبد الرحمن الغربال هو في الاساس بيلعب ناحيه اليمين وبالمناسبه هو هدفهم في دوري الابطال في النسخه الحاليه جايب ثلاث اهداف ومحمد عبد الرحمن غربال اللاعب اللي بيغيب عن مباراه الغد هو اهم هدفين الحقيقة محمد عبد الرحمن هو نجم الفريق الاول نجم الفريق محليا يعني هو نجم الفريق الاول يعني برضه بيؤثر مؤثر بشكل, بشكل سلبي طبعا يعني. طب هقول طبعا. برضو بالنسبه لتشكيل يعني وجهه نظري ليه الاهلي يتحول دي يعني مثلا لو بدانا بعلي لطفي محمد عبد المنعم ياسر ابراهيم طبعا الاثنين ماشيين بشكل كويس جدا ناحيه اليمين محمد هاني ناحيه الشمال علي معلول الاثنين الارتكاز انا وجهه نظري برضو الاثنين ارتكاز انت عندك ماتشات حضرتك كنت بتتكلم على جدول المباريات وتتابع الماتشات كتير فانت محتاج تعمل روتيشن شويه في حته الارتكاز ديانج والسولية وحمدي فتحي هياخدوا ماتشات كتير قوي فانت لو اكتفيت بحمدي فتحي وعمر السولية وقدامه قفشه ليه قفشه هنا عشان يشغل ولي الدين خضر اللي هو اللعيب الارتكاز لوحده وهنا يبقى احمد عبد القادر مع علي معلول يعملوا جبهه الناريه اللي ناحيه الشمال وقدام طاهر طاهر هيبقى مكلف زي ما كان في مباراه الهلال السعودي هيبقى مكلف برقابه فارس عبد الله بس انت فني وحش قوي يا حب. يعني ديانج ديانج انا هريح هريح طب انا اريحه الماتش الجاي ديانج آه. ده لازم يبقى موجود في ماتش ده وجهه نظري. ما هو حمدي فتحي برضو ليه 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 ليه, ليه؟ لازم يبقى موجود في ماتش زي ده ديانج ديانج متعود على الحراره طبعا مبدئيا راجل في نص الملعب يعني ديانج ما ينفعش تشيله من نص الملعب وجهه نظري يعني طبعا بس ديانج لعيب كبير جدا طبعا وقدام محمد شريف بس انا وجهه نظري اخترت حمدي فتحي والسوليه ليه في الاثنين الارتكاز عايزين نعمل روتيشن في الفتره دي ان انت عندك ماتشات كتير ما سواء روتيشن ما ابداش بدي... ما انا ممكن ابدا حمدي بحدي... فتحي برضه حالته كويسه جدا حمدي فتحي بيقفل لك الحته بالعكس دي بالعكس ده عمرو محتاج مع انه كان هو... كويس هو جدا هو عمرو مستو إيه؟ عن حمدي وديانج ان هو بيلعب ثمانيه بيكمل لجوه بيعمل لك الضغط العالي بشكل كويس جدا وانا برضو انا شايف ان قفشه جعانه كابتن اسلام يعني ايه عايز يرجع لمستواه وعايز يرجع لمنتخب مصر فانت لما تديله في مركزه ما تديلوش كجناح تديله في مركزه اللي هو صانع اللعب اعتقد ان قفشه هيديك مستواه هيبدا يجيب مستواه وجود قفشه هيسهل الضغط على احمد عبد القادر وعلى طاهر طبعا لو عايز نبدا بديانج عد ديانج جنب عمرو السلية او حمدي فتح الاثنين هايلين يعني بس انا شايف ان حمدي والسلية منسجمين اكتر جدا وبرده عمليه الروتيشن ما بينهم اي اثنين ما بينهم وطاهر واحمد عبد القادر ومحمد مجدي قفشه وقدام محمد شريف بس خليني اختلف معاك يا احمد في قصه في قصه انه التشكيل. في نقطتين النقطه الاولانيه التشكيل نفسه انا انا هعمل التشكيل على ال 3 4 3 او ال 4 3 3 لان هي بتعتمد على حركه حمدي فتحي. ثاني نقطه قصه الروتيشن قبل ما نتكلم على التشكيل قصه الروتيشن. صعب جدا جدا اعمل روتيشن في المباراه المفتاح دايما في اي بطوله بيبقى فيه مباراه مفتاح النادي الاهلي هيطلع كمان مره واحده بس خلال دور المجموعات عشان يلعب سان داونز فدي واحده من مباراتين هيلعبهم خارج الارض صعب جدا ان انا اعمل روتيشن في واحده من مباراتين ممكن يكون المفتاح لان عندي بعد كده اربع مباريات داخل الارض مباراه سان داونز في القاهره الروتيشن, في مركز واحد في لاعب واحد يعني انت مثبت التشكيل وقفشه لعيب اساسي انت لما ترجع قفشه اساسي روتيشن مرتبط مش بس باللعيب هو مرتبط كمان بطريقه اللعب لانك أوه. عشان تسحب حمدي من الملعب او تسحب ديانج من الملعب معناه انك هتطلع حمدي فانت كده تشتغل باربعه فانت كده عملت الروتيشن المركز الواحد ده اثر كمان على شكل الفرقه اثر على الاربعه 2 3 1 وانا قناعه بيتسو بيتسو مش هيغير مش هيغير الاربعه 2 3 1 هو ممكن يعمل زي ما عمل في مباراه الهلال ما يرجعش حمدي يشتغل في الخط الخلفي خالص يشتغل حمدي قاعده مثلث ويقدم ديانج فيعمل ضغط اعلى شويه من منطقه اعلى شويه بديانج وعمرو السوليه فديانج وعمرو السوليه يشتغلوا وكانهم دبل 8 نفس الشكل اللي بيلعب بيه منتخب مصر دبل 8 وجود حمدي فتحي تحتيهم كراس مثلث لتحت يبقى لعيب مركز 6 ده اعتقد اللي ممكن يعمله في مباراه زي بكره مش هيلجا انه يخلي حمدي فتحي في الخط الخلفي فخليني برضو نقول التشكيل نستعرض التشكيل سريعا على الاربعه ثلاثة ثلاثة هنتكلم علي لطفي في حراسه المرمى الثلاثي الخلفي اللعيب فيهم هيبقى فيهم لعيب موبايل طبعا اللي هو حمدي فتحي حمدي فتحي هو اللي هيبقى بيتحرك في المنطقه دي يا اما بيطلع قدام يشتغل مركز سته يا اما بيرجع فلات لكن في الغالب بكره هيشتغل مركز سته اكتر. اثنين وينج باكس محمد هاني ناحيه اليمين علي معلول الجبهه اللي هتتعمل قدام علي معلول دي اهم جبهه للنادي الاهلي في المباراه بسبب صلاح الدين عادل اللي هو ما بيلعبش في البوزيشن بتاعه لعيب سي دي ام بيلعب احمد عبد القادر فبيعمل قدامه سبيس كبيره. اثنين لعيبه في وسط الملعب عمرو السوليه واليو ديانج طاهر محمد طاهر عشان الجبهه اللي كان بيتكلم عليها احمد بتاعه فارس عبد الله جبهه مهمه جدا جدا فارس عبد الله بيعمل الكروسز من كل حته في الملعب يا اما بيعمل الايرلي كروس من بدري لما بيلاقي الجبهه مقفوله بيعمل ايرلي كروس وعندهم لعيب طويل ابراهيم مصطفى الاسترايكر بتاعه 190 سم بيلعبوا بس هو كورته قليله شويه فبيعملوه دايما الكروسات من على الجنبين واخيرا طبعا محمد شريف في راس الحرب ده الشكل اللي في الغالب هيشتغل بيه، اللعيب هنا اللي احنا عاملين عليه علامتين ده اللي هو حمدي فتحي هيبقى بيتحرك دايما بيشتغل هنا في مركز سته مش هيبقى بيرجع قوي فلات لان الفرقه مش محتاجه الا في الحالات اللي هيتم عمل فيها المجموعات لما نشرح بقيه الحالات هنتكلم احمد يمكن يتكلم على الحالات اللي بتتعمل في وسط الملعب، في دايما حاله مميزه كمان بتتعمل في نفس المنطقه لكن في منطقه اماميه شويه بيعملها عبدول اجاجون بيشتغل في المنطقه دي مع عيد مجدم اللي هو كان موجود الماتش اللي فات لكن وارد ان ياسر مش اللي هو اللي يبدا في الناحيه دي مع عبد اجاجون وبينزل كمان ابراهيم مصطفى ابراهيم مصطفى ما بيتواجدش هنا الا لما الكره بتروح للاند لاين عشان يتعمل الكروس او يبقى لامح فارس عبدالله الله ان هو بيعمل الكروس من ناحيه الشمال من بدري شويه فيعمل الكروس فيبتدي يتحرك لكن هو بينزل يعمل مجموعه هنا ناحيه اليمين بتاعه الهلال ناحيه الشمال بتاعتنا فلازم دايما ياسر ينزل معاه يشتغل معاه في المنطقه دي او حمدي اللي يستلمه عشان ما يعملش المجموعه دي لانها اتعملت في سان داونز اكتر من مره لما نتكلم على الحالات كانت بتتعمل في المنطقه اللي ناحيه الشمال اللي هي في المسافه يلا اللي نتكلم على الحالات الوينج باك يلا يلا تمام اول حاجه لعبه الهلال معانا أول في اسلوب لعب هم بيطبقوه لعبه معين ان هم دايما بيجمعوا اللعب ناحيه اليمين لا لعبه الهلال ايوه هي دي بص يا كابتن اسلام دايما بيروحوا مثلث ناحيه اليمين، في عبدول اجاجون وفي صلاح الدين عادل واللي قدام بتاعهم عيد أي مقدم، ثلاثه متجمعين بيجمعوا اللعب ويروح ايه؟ عامل لك ناقل لك اللعب مغير لك اللعب لمين لفارس عبد الله اللي هو الباك الشمال، ادي عبدول اللي هو اللعيب النيجيري بينزل يستلم من تحت كارتكاز ثالث او كصانع العاب بين الهجمات ويحول يغير اللعب زي ما احنا شايفين بالشكل ده اهو يعمل التمريره الطوليه الناحيه الثانيه لمين لفارس عبد الله فانت مهم ان انت تضغط على عبدول ومهم ان طاهر يراقب اللي هو فارس عبد الله اللي هو ابو شعر طويل ده اللي هو دايما بتتلعب له فبالتالي مهم جدا ان طاهر اللي هو مكتوب عليه فارس عبد الله اهو بتتلعب له دايما الطوليه فمهم جدا عشان ما يبقاش في زياده عدديه سواء انت لعبت بثلاثة ارتكاز سواء لعبت باثنين مهم جدا ان طاهر يرجع مع فارس عبد الله عشان يمنع دايما الاوفر لاب اللي بيعمله فارس عبد الله خطوره الهلال دايما في الجبهه اليسرى من عرضيات ده برضو نفس الشكل لعبه اتجمعت برده ناحيه اليمين وهنا ضربوا الاثنين مدافعين بتوع سان داونز بالتمرير الطولي اللي بعد كده برده هيبداوا يجمعوا اللعبة ويودوه فين عند الجبهه اليسرى بتاعه الهلال السوداني اللي فيها فارس عبد الله تعالى برضه الصوره اللي بعدها هتلاقي برده فارس عبد الله اهو هو اللي عليه السبوت اللي هو اللي تحت ده وبدا برده بيستلم الكره عشان يعمل الايه الكروس وبالتالي انت مهم ان انت تمنع العرضيات يعني لو بصينا على ارقام المباراه لو ارقام المباراه معانا ارقام مباراه الهلال وصنداونز فيها عرضيات كتير جدا هم عاملين 30 عرضيه في الماتش ده عاملين 53 تمريره طوليه اسلوب لعب مباشر تمريرات طوليه على ابراهيم مصطفى وعرضيات اسلوب لعب على طول هو الانجليزي القديم انا بعمل عرضيات جوه ال18 وبعمل تمريرات طوليه فدي حاجه مهمه جدا تعالى برضو نتكلم في الضربات الركنيه ومميزين جدا بالضربات الركنيه م. الهلال السوداني دايما زي ما احنا شايفين واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة بسطة محمد وطارة ومحمد إيرلينج لأن هم م. طوال القامة الاثنين المساكين فطبعا زي ما شايفين أدي كورة هنا بقى الكورة المدافع بتاع سان داونز طلعها من على خط المرمى اتلعبت كويجي ثانية واحدة أدي المارك أهو ده اللعيب اللي هو آخر واحد فيهم اتلعبت له على حدود منطقة الجزاء عند دايرة منطقة الجزاء وادي المدافع اللي هو موجود على خط المرمى هو اللي شالها، هات الصورة اللي بعدها تلاقيه شالها براسه، وبالتالي كانوا قريبين جدا من التعادل، وكذلك برضه هم اهو شايلها من على خط المرمى، وبالتالي كانوا قريبين جدا من التعادل مع سان داونز في سان داونز. يعني لو بصينا على الأرقام هنلاقي الأرقام هم عاملين 12 محاولة. منهم 9 جوه ال 18 جوه البوكس اتنى 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 عشر. تسعة تسع محاولات جوه البوكس ده رقم كبير جدا على سان داونز على ارضه يعني انا مستغرب جدا من الارقام اللي انتم بتقولوها اه 12 محاوله للهلال السوداني في سان داونز مقابل سته لسان داونز يعني لو عرضنا الارقام موجوده معانا هتلاقي الجدول 12 محاوله ليهم مقابل سته لسان داونز ادي الارقام اهي يا كابتن اسلام سان داونز طبعا كسب 1-0 المحاولات على المرمى سان داونز عامل سته منهم ثلاثه صح الهلال السوداني عامل 12 منهم ثلاثه صح نسبه الاستحواذ 52 في المية مقابل 48% للهلال السوداني بعد كده عدد التمريرات عدد الطوليه عدد التمريرات 25 23 والعرضيات 39 مقابل 9 عاملين عرضي. 30 عرضيه يعني عرضياتهم اكتر حتى الالتحامات هم كاسبين 39 التحام وقع في التسلل لعيبه الصن داونز وقع كام مره؟ خمس مرات رغم ان المباراه ايه؟ يعني تعتبر ده بياكد لك ان هم دايما بيلعبوا دفاع متقدم طيب. الهلال السوداني فكانوا بيلعبوا اوف سايد اه طبعا اتفضل <applause> لو نجيب الهجمه الباترن الاتاكينج باترن اللي ده الاتاكينج باترن بتاعهم النوع الثاني من... والطريقه اللي بيشتغلوا بيها، كان احمد اتكلم عن النوع الاولاني ان هم بيجمعوا اللعب ناحيه اليمين وبعد يعكس الملعب يا اما الفارس عبد الله يا اما كان جيرال جونيور لما بيعمل الزياده، هنا كابتن بص التجميع دي احنا عاملينها الطول والعرض والمساحه اللي موجود فيها موجود فيها ست لعيبه من الهلال في المنطقه دي بس نعم. بيعمل التجميع في المنطقه دي وبعد كده بيبتدي يجمع اللعبة عنده خيارين لو حطها ناحيه الشمال وبعد كده بيفضي سبيس لان اللعيبه بتتجمع في المنطقه دي ويفضي سبيس اللي شرحها احمد بتاعت فارس عبد الله وجيرال جونيور لما بيطلعوا لان محمد عبد الرحمن كان دايما بيخش جوه ال 18 الطريقه الثانيه اللي بيشتغلوا بيها لو نجيب الصوره اللي بعديها انه بيجمع اللعبه هنا ويفضي مساحات ويبتدي يشتغل من ناحيه اليمين نجيب الصوره اللي بعديها اه بص اللعيب ده اتنقل هنا يا كابتن ابتدى نفس المجموعه المجموعه كلها اتحركت خمس لعيبه موجودين في المنطقه دي بينزل ابراهيم مصطفى نازل تحت اخر لعيب في ال... او اقرب لعيب للمرمى بالنسبه لي داونز نازل تحت بينزل يعمل مجموعه ده راس الحربه بينزل يعمل مجموعه وينزل يشتغل تحت عشان يسند عليه الراجل ده اول ما بيلاقي الكرة راحت على جنب من الجنبين نجيب الصوره اللي بعدها بيجري ال 18 طبعا يستقبل العرضيه 100% يعني اهو ده بيبتدي يتحرك هنا كابتن بيخش محمد عبد الرحمن هو ابتدى يتحرك في اللقطه اللي بعديها دي السبيس اللي, اللي اتفضت من مجموعه اهو ابتدى يتحرك دخل هنا دخل ما بين الاثنين سنتر باكس عشان لما لما يروح هنا عيد مقدم يحط له الكروس من الناحيه اليمين السبيس دايما دي اتفرغت منين اتفرغت من المجموعه اللي كان فيها ست لعيبه في مساحه ضيقه جدا فجمع لعيبه سان داونز وقدر يفضي السبيس هنا ورا الباك ليفت بتاع سان داونز ويروح من ناحيه اليمين م. فدي مهمه جدا عشان نخلي بالنا منها في الجبهه اللي فيها علي معلول لان علي معلول دايما بيبقى زايد متعلق احيان كتير في الناحيه الشمال قدام مع احمد عبد القادر فهنا لما يزيد في المنطقه دي فضل سبيس راح وعمل الكروس هما بيفضوا سبيسز دايما علشان يعملوا ده غياب محمد عبد الرحمن هياثر على المجموعه الهجوميه لكن هيديهم رئه ثانيه ان هم يشتغلوا لاين بدل ما كانوا بيشتغلوا دايما انسايد من ناحيه الشمال وعلى كروسات فارس عبد الله غياب محمد عبد الرحمن الاثنين لعيبه اللي هيلعبوا عيد مقدم وياسر مزمل الاثنين اجنحه ما بيشتغلوش انسايد كتير بيشتغلوا بره على الاطراف فده مهم جدا لانه يعمل عزل لابراهيم مصطفى وده مهم ان احنا ما نزودش العدد قوي في الخط الخلفي عشان كده قلنا 4 3 3 مش 3 4 3 فيبقى في اثنين سنتر باكس موجودين محمد عبد المنعم وياسر ابراهيم في قلبهم او معاهم ابراهيم مصطفى يقدروا يعملوا الكفرنج عليه في شكل جيد. تمام تمام بقيت نقاط الضعف برضو لو كملنا هنلاقي زي ما قلنا زي ما قلنا المساحات الموجوده دي كانت اول حاجه احنا عرضناها اللي هي المساحات الموجوده قلنا ان هم كلهم بيضغطوا وفي مساحات موجوده في الزون 14 والمساحات الموجوده ايه بص عشان كده ده لازم ينشغل لازم حد يشغله اللي هو اللعيب بوجبا اللي هو بتاعهم في وسط الملعب ده لو حد شغله انت خلاص انت بقيت عندك مساحات ناحيه اليمين مساحات ناحيه الشمال مهمه جدا حتى لو بدات بيه 4 ثلاثة ثلاثة اللي هو بدا بيها في مباراه الهلال السعودي احمد عبد القادر لما يخش لجوه اهو بص احمد عبد القادر لما يخش لجوه هتبقى في مساحه فاضيه ليه علي معلول في ظهره يعني الاثنين سواء بدات كده او كده لازم مهم جدا انت تشغل اللاعب ده وكده كده كده احمد عبد القادر بيدخل كتير انسايد عشان يفضل علي معلول عشان كده وانا في التشكيل لما حطيت قفشه مع عبد القادر ليه انت محتاج واحد يشغل الراجل ده عشان تفضي كمان المساحه لعبد القادر يقدر يستغل قدراته وطاهر ومحمد شريف طبعا ده محمد شريف يقدر محمد شريف مفتاح الفوز في المباراه دي الله طبعا. ليه لان محمد شريف عنده حته السرعات والتحولات الهجوميه وبالتالي انت بتلعب فرقه بتلعب دفاع متقدم دايما فمحمد شريف لازم يخلي باله من مصيده التسلل لو ظبط مصيات التسلل في مباراه زي دي اعتقد ان شاء الله ان هو نقدر نكسب يعني في مباراه زي دي باذن الله عندهم دي برده نفس الفكره لما اتكلمنا عليها نفس الفكره برده الضغط والمساحات الموجوده في وسط الملعب والتفاعل الفكره المتقدم. واضحه الحقيقه أو. ان هو دايما بيقفل او بي جمع, جمع يعني الكرة في, جمع. في وسط الملعب أو في جنب من الجناب ويلعب على الجنب الثاني. لا نقاط الضعف دايما بيضغطوا لقدام وبيبقى في ارتكاز واحد بس في طريقة أقرب لأربعة واحد أربعة واحد وبالتالي أنت سهل إن هم عندهم برضه مساحات. على ملعبهم بقى. على ملعبهم. ملعبهم هتلاقيهم كلهم طالعين. نعم. وفي مساحات موجودة ما بين المساك والباك ها. والدفاع المتقدم ده محمد شريف لازم يكون ظابط مصيدة التسلل عشان تقدر تعمل له التمريرات الطولية سواء من عمرو السلية أو, طهر أو, طهر أو اللي جاي من لو لعبت بالأربعة ثلاثة ثلاثة يبقى لازم السلية وديانج يكملوا قدام. ويزيدوا عشان تقدر تستغل المساحات دي يا رب كل التوفيق للنادي الاهلي في هذه المباراه الصعبه الحقيقه انا دايما معاكم والحقيقه في كلامكم ان النادي الاهلي بعد الانجاز بيبقى الامر صعب جدا انت كمان بتبقى جاي من كاس عالم وبتاع وانديه وبعدين مره واحده وبعد تروح لكاس افريقيا ومباريات صعبه ومباريات يعني انا بشوف ان عدم وجود الجمهور هيؤثر بشكل ايجابي جدا لصالح النادي الاهلي مش ضد النادي طبعا. الاهلي في هذه المباراه وبالتالي ان شاء الله ربنا يكرمنا وتكون مباراه جيده ويستطيع النادي الاهلي ان يبدا سلسله النجاحات اللي معموله خلال الفتره اللي فاتت ان شاء الله تبدا كمان مره اخرى في بقيه الموسم لان احنا عندنا كل يومين او كل ثلاث ايام مباراه ان شاء الله تبدا يوم الجمعه القادم الساعه 3 وخلاص بس بيقولوا انت بتقولي بكره عندهم بكره في اجتماع هو الكاف بعد جواب رسمي خلاص للهلال السوداني ان هو المباراه بدون جمهور الهلال نزلوا على صفحتهم ان لسه هم هيعملوا اجتماع طارق بكره الساعه 10 الصبح بتوقيت السودان عموما هنشوف ايه اللي هيحصل في هذا الامر وهنشوف ان شاء الله يكون كل التوفيق للنادي الاهلي في هذه المباراه انا بشكرك شكرا جزيلا يا احمد على وجودك معانا شكرا كابتن اسلام وبالتوفيق للنادي الاهلي التوفيق للنادي إن الاهلي ان شاء الله شكرا جزيلا يا محمد على وجودك معانا شكرا كابتن اسلام وبالتوفيق للنادي الاهلي بكره ان شاء الله شكرا جزيلا اعزائي المشاهدين انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا ان شاء الله التقي مع حضراتكم يوم الاحد القادم وكل التوفيق للنادي الاهلي في مباراته القادمه امام الهلال السوداني في اولى مبارياته في كاس او بطوله دوري ابطال افريقيا انا بشكر حضراتكم وان شاء الله اشوفكم يوم الاحد القادم وحلقه جديده من البيت الكبير